مانجمنت، إدارة موارد المشروع. وفي رأيي إن ده واحد من أهم النولج أرياز على مستوى المشروع. وطبعا الناس اللي كانت أخدت على فيرجن 5 ما كانش في حاجة أصلا اسمها Project Resources Management، كانت Human Resources. فمن ضمن التغييرات اللي حصلت في فيرجن 6 إن الـ Human Resources بقت Resources بتنكلود الـ Human Resources والـ Physical Resources. تمام؟ بتنكلود إيه؟ الـ Human Resources والـ Physical Resources. طيب، زي ما احنا شايفين كده، احنا عندنا الموضوع بينقسم لجزئين، بشري جزء فيزيكال، بيضم معايا الماتيريال، بيضم معايا التولز، بيضم معايا كل ما هو نون هيومن، كل ما هو نون هيومن. وطبعا الهيومن ريسورسز هي هيومن ريسورسز، يعني جزء خاص بكل ما كل افراد المشروع. تمام؟ الفيزيكال ريسورسز مانجمنت هي allocating and using the physical resources needed for successful completion of the project in an efficient and effective way. Efficient and effective way. وطبعا يعني المفروض نبقى احنا عارفين ايه الفرق ما بين efficient و effective. المفروض نبقى عارفين الفرق ما بين efficient و effective. طبعا اساتذتنا في الادارة اللي موجودين معانا اكيد عدت عليهم النقطة، ولكن هنقولها برضو. تمام؟ كون ان حضرتك تبقى effective معناها انك قادر توصل للهدف بتاعك. كون ان انت تكون efficient، انت قادر توصل للهدف بتاعك باقل موارد ممكنة. تاني، كون ان حضرتك تكون effective فده معناه انك قادر توصل للهدف بتاعك بغض النظر عن حجم الموارد اللي انت استهلكتها. كون ان انت تكون efficient ده معناه ان حضرتك قدرت توصل او قادر توصل للهدف بتاعك باقل موارد ممكنة للوصول للهدف ده. تمام؟ زي كون ان حضرتك بيسموها طبعا دايما كده do the right things او do things right. تمام؟ do the right things او do things right. ده الفرق ما بين او بي 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 بيعرفوا الاتنين بالشكل ده. تعالى اضرب لك اكزامبل. انا قلت لك انا عايزك تروح اسكندريه في 3 ساعات. حلو؟ حددت لك الهدف وحددت لك الديوريشن وسبتك. فاللي كان بتحدد لهم التاسكتين دول كانوا شخصين. شخص راح واخد طالع واخد من قدام البيت على طول تاكسي مخصوص او اوبر وراح رايح اسكندريه، وهو ماشي يعني خد معاه يعني كان مستعجل جدا، راح واخد معاه الحاجات اللي لقاها قدامه، ومن ضمن الحاجات اللي اخدها خد موبايل مثلا حد قريبه او اخته معاه لانه شايل كل الحاجات بسرعه وتلاقيه خلاص. فالفرد الاول ده وصل اسكندريه في 3 ساعات. تمام؟ بس هدر موارد كتيرة. تمام؟ خد حاجات ملهاش لازمة وصرف كتير قوي عشان يحقق الهدف. كده هو كان effective. لكن كون ان هو يروح بوسيلة مواصلات لحد وسيلة مواصلات خاصة لحد الموقف، وبعدين من الموقف ياخد عربية هناك مثلا تبقى قربت تكمل فيها فضلت فيها 3 اماكن، فقال انا هدفع 3 اماكن وهروح عشان احرك العربيه فورا، فممكن يوصل في نفس المده او في مده تزيد قليلا ولكن بتكلفه تكاد تكون الربع او الخمس. اذا هو هنا كان efficient. كان ايه؟ كان efficient. فمطلوب من حضرتك في اداره المشروع انك تكون الاثنين effective، يعني قادر توصل للهدف بتاعك في اقل الوقت، بس مش effective يعني يا جماعه يعني تهدر موارد، بس انت قادر توصل لهدفك. هي اكتر حاجه بتميز effective انك بتقدر تحقق الهدف او توصل للهدف، بس ده بيكون regardless of the resources used. regardless of the resources used. بس كون ان حضرتك تكون efficient ده معناها ان انت تقدر توصل للهدف بتاعك وانت حاطط الريسورسز اوبتمايزيشن في حساباتك.
تمام. طيب لما نيجي نتكلم عن الهيومن ريسورسز مانجمنت، بيقول لك بانكلودز اكوايرنج مانجينج موتيفيتنج اند امباورنج ذا بروجكت تيم. يعني تجيب الناس وتديرهم وتحفزهم وتمكنهم وكل حاجه، انت كده يعني دي المهمه المطلوبه منك تحت العنوان اللي اسمه اداره الموارد البشريه. يعني تقول لي اداره الموارد البشريه ليش دعوه، هم بيجيبوا لي الناس وانا بديرهم، اقول لك لا، انت من ضمن مهامك انك تاكواير الناس. كون ان في الشركه او في الاورجنايزيشن اللي حضرتك بتنفذ المشروع فيها في اداره للتوظيف او ريكروتمنت او وات ايفر بتجيب الناس، فده ما بيشيلش من عليك دور الاكوايرنج، لان انت اللي بتقول انت عايز مين ومواصفاته ايه، واكيد بتعمل له انترفيو وبتاكسبته، فانت هنا قمت بالاكوايرنج وكمان في المانجنج والموتيفيتنج والامباورنج للبروجكت. فبيقول لك كمان حته مهمه عشان يعني بكماله بقى الحاجات اللي دايما منتشره على الفيسبوك، ان المفروض مدير المشروع يكون ليدر ويكون مانجر. تمام. طبعا معروف دايما ان احنا بنشير كده ايه بوستات إيه الفرق ما بين الليدر والمانجر والفرق ما بين الليدر والبوس ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس خليني احصر لك الفرق في حته صغيره وحته مهمه ما تنساهاش ابدا بعد كده. المانجر ده بيدير ممكن بشر وغير بشر، انما الليدر ده بيليد بشر. وفي كون ان انت تبقى ليدر لبشر او الليدرشيب او انك تليد الناس، ده معناه انك تستطيع التأثير في الاخرين من اجل تحقيق اهدافك اللي هي المفروض تكون اهداف المشروع. اهدافك انت كبروجكت مانجر هنا اللي هي المفروض تكون اهداف المشروع. فكون ان حضرتك يكون ليك رول as a leader، فده معناه انك تكون قادر على التأثير في الاخرين او في فريق العمل عشان يحققوا اهدافك اللي هي اهداف المشروع. وكون ان انت تبقى مانجر، فده معناه انك بتعرف تعمل ريبورتس وبتعرف تقسم الشغل وبتعرف تعمل حاجات كتيره جدا كمانجمنت. تمام. طيب حد برضو عشان من الحاجات المغلوطه دايما ان الناس تقول لك خليك ليدر وما تبقاش مانجر او مش عارف ايه، والناس كلها شايفه المانجر ده حاجه وحشه كخه جدا والليدر ده حاجه زي الفل قوي. هي الدنيا ما تبقاش كده، دي بتبقى هاتس حضرتك بترتديها، قبعات بترتديها. في قبعة الليدر وقبعة المانجر، والاثنين انترتشينجبلي بتبدل فيهم، يعني انت بتلبسهم بشكل انترتشينجبلي. تمام. اوقات كتير بتستخدم الليدرشيب سكيلز واوقات بتستخدم المانجمنت سكيلز. فهي دي حته بتاعت الليدر والمانجر. انا في وجهة نظري مفيش حاجه اسمها ليدر بس، مفيش حاجه اسمها مانجر بس، دايما اي حد بيبقى عنده ميكس اوف ليدر اند مانجر. طيب the project manager is responsible for the team formation as an effective group. مدير المشروع هو المسؤول عن تشكيل فريق العمل وان هو يخليه مجموعه عمل فعاله. طيب دور اداره المشروع، او من الحاجات المهمه في دور اداره المشروع، ان نبتدي ندير العوامل اللي بتؤثر على فريق المشروع، زي الانفايرمنت، زي الجيوغرافيكال لوكيشن، زي الكالتشر ايشوز، زي الاورجنايزيشنال يونيكنس وهكذا. يعني انا عايز اضرب لكم اكزامبل. انا حاليا مدير مشروع تعليم الكتروني اي ليرنينج في شركه اعمل بزنس. انا مسؤول عن اداره مشروع التعليم الالكتروني باللغه الاندونيسيه، باللغه الاندونيسيه. تمام. طيب بغض النظر بقى عن ليه اندونيسيا وليه الدنيا دي كلها، نركن ده على جنب دلوقتي، بس انا عندي تيم في اندونيسيا وعندي تيم هنا في مصر. يعني معايا تيم شغال معايا فيرتشوال، او احنا يعني بنشتغل بشكل فيرتشوال. تمام. بنشتغل بقى working from home working remotely وكل الكلام ده كله يعني. ففعلا بتظهر عندنا culture issues دي بتيجي في حاجات كتيرة جدا، ان احنا بنبعت ايميلز. يعني لو جبت 3-4 مصريين، ويعني حتة الفلوينسي والطلاقة، يعني احنا الليفل بتاعنا upper intermediate وهم ما بين intermediate وupper intermediate، فيعني ما فيش مشكلة في المستوى اللغوي قوي، قد ما في مشكلة ان انت لما تقرأ ايميل كاتبه واحد مصري، ايميل بالانجلش، كاتبه واحد مصري، ف
فأنت بتفهمه في إطار الثقافة المصرية، بتفهمه في إطار الثقافة المصرية. في حين إن لما نفس الكلام دوت يكون بيكتبه حد إندونيسي، فهو برضو بيكتبه في إطار الثقافة الإندونيسية. ففرق الثقافات ده حقيقي بيسبب لنا مشكلة، خاصة لما بنيجي ندخل تيم ممبر جديد هنا في الفريق بتاع مصر، فبيبتدي يتصرف بشكل عادي خالص، اللي هو الإيميلات العادية اللي احنا ممكن نبعتها عادي جدا، دير مش عارف ايه واعمل ايه وسوي ايه ودنيا من دي. فنلاقي ان الكلام هناك ما تفهمش، فنبتدي نمانج معاه حتة الكالتشر ونقول له خلي بالك في كذا. اوقات كتير كمان نبعت حاجة ويترد علينا ونبقى فاهمين من الرد ان اللي احنا بعتناه ما تفهمش. فدي كلها كالتشر ايشوز لازم احنا كادارة مشروع نبقى منتبهين ليها. طيب maintain professional and ethical behavior، حتة دي مهمة جدا ومن اهم الادوار اللي المفروض ادارة المشروع تبقى مهتمة بيها، الا وهي ان دايما تمنتين التصرفات والسلوكيات بتاعت الناس والديسيجنز بتاعت حضرتك طبعا في المقام الاول كمدير مشروع وبتاعت فريق ادارة المشروع وبتاع فريق المشروع، انها تكون كلها بتتفق مع السلوك المهني. طبعا في حاجة كده في الـ بي ام اي ودي هنبقى ناخدها في الاخر، مدونة السلوك المهني او مدونة السلوك الاخلاقي والمسؤولية المهنية، مدونة السلوك الاخلاقي والمسؤولية المهنية دي هنبقى نتطرق ليها في الاخر يعني ان شاء الله. فمهم جدا انك تحافظ على الديسيجنز والاكشنز والبيهيفير بتاع حضرتك وبتاع فريق ادارة المشروع وبتاع التيم في المشروع، انه هو يكون ethical behavior وانه يكون professional. تمام؟ ليه؟ لان انت راجل المفروض بعد الكورس ده وبعد ما تحصل على السيرتيفيكت هتبقى احد النقط المهمة جدا عند حضرتك ان انت تتصرف باخلاق مهنية. CODB Code of Business Conduct. بس هو مش هو ليه اسم تاني، هو Code of Conduct and Professional Behavior او Ethical Code of Professional Conduct and Ethical Behavior، حاجة زي كده يعني. ده هناخده في الاخر مهندسة نشيد. استأذنكم بس يا جماعة بلاش تقطعونا. ماشي؟ اوكي. طيب نيجي نيجي نتكلم عن مجموعة من الترانس. هتلاقيني انا في الماتيريال اللي مع حضرتك جايب لك شرح لكل واحدة، بس انا مش هقف عند كل واحدة كتير، انا هسيبها لك تقراها، واللي ما تفهموش قوي يعني حضرتك ممكن تسألني فيه. احنا هنا هنتكلم عن حاجة اسمها emotional intelligence، والemotional intelligence by the way حاجة من أهم المهارات اللي بقت مطلوبة في القادة والمديرين على مستوى العالم دلوقتي، وإنهم لما بدأوا يعملوا إحصائيات ويشوفوا إن يدوروا وراء أنجح القادة والمديرين فلقوهم كلهم أو معظمهم بيتحلوا بالذكاء العاطفي. طبعاً إحنا ممكن نعتبر أو نتخيل أو اللي بيسمع دلوقتي يقول لك إيه اللي دخل العواطف في إدارة المشروعات؟ او ايه اللي دخل الذكاء في العاطفة في الدنيا دي كلها. فهقولك ان الايموشنال انتليجنس هي احد انواع الذكاءات، وباي ذا واي في انواع ذكاءات كتيرة، في ذكاء رياضي، في ذكاء معرفي، سوري مش معرفي، في ذكاء بيئي، في ذكاء تكنولوجي، في ذكاء السيارات، بيبقى كل حاجة كده بيكون لها نوع ذكاء. الشخص اللي بيجيد التعامل مع الحاجة دي بيبقى عنده ذكاء الحاجة دي، يعني الشخص اللي بيبقى بينه وبين البيئة نوع من أنواع الكوميونيكيشن بشكل يعني تبص لي بيفهم الطبيعة، بيفهم الجيولوجيا أو التربة، بيفهم النباتات، بيفهمها بسرعة. عارف كده زي مثلا ما تكون حضرتك عندك common sense ف
في موضوع معين، انك مش شرط تكون اتعلمت الحاجه دي، بس لما تيجي تتوقعها لوحدك او تيجي تتصرف فيها بشكل غير مسبوق بعلم بتتصرف بشكل كويس. طيب ايه هو الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي هو ان حضرتك يكون عندك فهم جيد لنفسك ولمشاعرك وكذلك لمشاعر الاخرين. طيب يعني ايه برضو؟ يعني انا في النهايه المفروض يكون عندي ايه؟ المفروض مثلا يكون عند حضرتك نوع من انواع الادراك لنفسك ولمشاعرك، وفي زي ما تقول كده سيلف اويرنس، في وعي ذاتي بنفسك. تمام؟ بمعنى ان مثلا انا النهارده جبت احد الموظفين اللي بيشتغلوا معايا وقعدت اقول له والله انا عملت معاك كذا وعملت معاك كذا وعملت معاك كذا، ولكن يعني قول لي هو انا قصرت معاك في حاجه؟ هو انا اخرت عنك حاجه؟ هو انا مش عارف ايه؟ فهو طبعا تحت احراج الاسئله دي، فبقى بيقول لي لا. بس لما بصيت للفيشل اكسبريشن اللي هي تعبيرات الوجه ونظرات عيني، لا شفت ان 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 وشه او تعبيرات وشه ونظرات عينيه بيقولوا حاجه تانية. يعني انا لازم يكون عندي الذكاء العاطفي اللي يخليني افهم المشاعر الاصليه او الحقيقيه في الموقف ده ايه. انا النهارده لاقي تصرف بيصدر عن موظف، فببص للتصرف وما بحاولش افهم بواعث هذا التصرف، ما بحاولش افهم ايه اللي ممكن يكون حصل. يعني مثلا ممكن يكون في موظف بيهمل بيتاخر بي بي بي، انت بتتعامل مع السلوك النهائي، بس لازم تكون قادر تشوف هل الموظف ده كان كويس وبعدين بقى وحش. طب لو كان كويس وبعدين بقى وحش، هل مثلا حصل له خصم في الفتره الاخيره وهو كان بيشتكي ان في ظلم حصل له؟ طب مش يمكن احساسه بالظلم ده هو السبب في ده؟ طيب ممكن الناس بقى تقعد تسالني دلوقتي بتقول لي هو احنا بقى كده نبتدي ندخل في نفوس الناس ونوايا الناس ونقعد نتكهن؟ يعني هقول لك لا، بس انت النهارده يعني انا هقول لكم على حاجه. في سيتويشن من السيتويشنز اللي واجهتني انا كمدير مشروع في الشغل ده، ان انا في وقت من الاوقات كان الاورجنايزيشن فيها نوع من انواع الميس كوردينيشن فيما يخص حاجه معينه بتتعمل، وكان خلاص في وقت ضيق جدا قبل سفري خارج مصر. وانا يعني حطيت بوست كده قلت والله يعني قلت فيه لا اله الا الله والحمد لله وربنا يعني. طبعا ده بوست ممكن يعدي عند اي حد بشكل عادي، بس لان مؤسس الشركة او سي او بتاع الشركة عنده ذكاء عاطفي، التقط هنا رسالة ان انا ما بشتكيش كتير، فلما نزل بوست زي ده لا ده ممكن يبقى انديكيشن لحاجة معينة. فقام طالبني وبدأ يقول لي اخبارك ايه؟ طب في مشاكل؟ طب في حاجة؟ فقلت له والله في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فكان ذكاء عاطفي منه جدا انه يستشعر ان في هنا حاجة ضايقت الشخص ده او في حاجة اثرت عليه، وانه هو كان مبادر وبدأ يتصرف بشكل سريع ويلحق الموقف قبل ما ده يبتدي يأثر على السيكولوجية بتاعتي ويبتدي يديني نيجاتيف انرجي والكلام ده كله. ده موقف من المواقف اللي انا شفت فيها ايموشنال انتليجنس بشكل كويس جدا. طيب الحتة التانية سيلف اورجانيزينج تيمز، من ضمن الاتجاهات الحديثة لما بيجي اتكلم بيضاوية عن فكرة trends and emerging practices بكلمك دايما عن الحاجات اللي بتبقى لسه طالعة جديد. عارف انت الترندات ده؟ الترندات في عالم ادارة المشروعات. تمام؟ يمكن الناس اللي متابعاني كنت منزل بوست من كام يوم كده عن فكرة الترجمة الصحيحة لكلمة trend يعني. فدي الترندات بتاعت دي trends بتاعت ادارة المشروعات او في المانجمنت بشكل عام. طيب السيلف اورجنايزنج تيم دي فكره نشات عن الوضع الجديد او الابروتش الجديد او الديفلوبمنت ابروتش الجديد بتاع الاجايل. بتاع ايه؟ بتاع الاجايل. في الاجايل احنا اتكلمنا عن او احنا كنا بنتكلم قبل الاجايل او في غير الاجايل ان البروجكت مانجر ده الكوماندر، اعلى سلطه تتمركز عنده الدنيا، هو الكل في الكل، هو المسؤول الاول والاخير وهكذا.
في الاجايل وبدانا نتكلم في السكرام وبدا يبقى في الكونسبت بتاع السكرام سكرام ماستر والدنيا دي كلها. السيلف اورجانيزنج تيمز دي بتعبر عن الفكره بتاعت ان احنا ما بيكونش عندنا مانجر بمعنى مانجر، بيكون عندنا جاست ليدر، والتيم ده بينظم نفسه بنفسه وبيبتدي يبقى فيه مجموعه من السبيشاليست كل واحد منهم قايم على حاجه بيعملها اكتر من ان في سنترلايزد مانجر او كوماندر هو اللي بيعمل الدنيا دي. فالسيلف اورجانيزنج تيمز هي الفكره اللي جايه من التيمز الصغيره اللي بتنظم نفسها اللي بتطبق اصلا فكره الاجايل. تمام. طيب الفيرتشوال تيمز او ديستريبيوتد تيمز ده بالظبط زي اللي انا حكيت لك عليه من شويه، ان انا مثلا عندي تيم في اندونيسيا هنا عندك تيم، بس هم مش قاعدين مع بعضهم، هم ديستريبيوتد، هم في مكان تاني غير المكان اللي انت قاعد فيه. تمام. طيب نيجي بقى للريسورس مانجمنت ميثودز. في شويه ميثودز كتيره جدا، في جاست ان تايم، في لين مانجمنت، في كايزن، في توتال برودكتيف مينتنس، في ثيري اوف كونسترينز. طبعا كان حد او تقريبا كان الدكتور ابراهيم سالني قبل كده على اللين مانجمنت او لين كونستراكشن مانجمنت، وانا قلت له انا هتكلم عنه، عشان كده انا هتكلم عن اللين مانجمنت سبيشالي، وانتم ممكن تقروا الباقيين ونبتدي بعد كده لو في اي حاجه مش مفهومه ابتدي اشرحها لكم باذن الله. اهو نتكلم عن اللين مانجمنت يا جماعه. في اللين مانجمنت او اللين بشكل عام، فكره اللين هو انك تشيل كل ما هو ملوش لازمه، بس كل ما هو ملوش لازمه ده تعريف يعني برضه فضفاض. يعني انت عايز تعمل ايه؟ قال لك انت بتديليفر فاليو فروم كاستمر برسبكتيف، وبتفوكس على الحاجه اللي تديليفر فاليو. يعني نفترض ان انا مطعم، نفترض ان انا مطعم، فانا والله عامل للناس في المطعم ميوزك بييجوا يسمعوا الميوزك، وعامل لهم كمان مثلا ان هم يقوموا يلعبوا في مثلا العاب بيهم هم ككبار، وعامل لهم كمان في الترابيزه حاجات معينه كده تساعد في مش عارف ايه وتساعد في ايه، بس انا اصلا كنت بتارجت سيجمنت الناس العمليه جدا، الناس اللي هي عايزه تاخد اكله كويسه تمام بسعر مناسب بسعر اقتصادي مثلا. فكل الحاجات دي كانت بتخلي سعر الوجبه عالي. فالحاجات دي كلها لما انا بقى اقرر اشتغل لين هبتدي اشيل كل اللي مش بيدليفر فاليو للعميل بتاعي. لان انا خلي بالك انا مثلا في ستايل مطاعم زي نقول ايه بياخد ستايل كده مثلا كازينو او يعني بيسموه ايه كلاسيك داين ان حاجه زي كده انا مش فاكر قوي يعني. فبتبقى عايز تسمع ميوزك وبتبقى كده انت اصلا مش رايح بس الاكل، او مش هو ده الهدف الاساسي انك رايح، رايح تاخد اكسبيرينس بشكل عام. فلما اجي اقول لك بقى اللي انا بعمل لين مانجمنت في اي حاجه، ما خلي بالك انا مش هتكلم كونستراكشن برضو يا باشمهندس ابراهيم، انا هتكلم ان جنرال لين مانجمنت. فلما باجي اتكلم في اللين مانجمنت يبقى انا في اي حاجه اقرر اشتغل فيها لين اشيل كل ما هو ممكن يطلق عليه فاتس في الحته دي، كان عندك حته قطعه من اللحم وبتشيل منها الدهون عشان تخليها لين بدون اي فاتس بدون اي دهون. فاحنا بنعتبر كل الويستس تعتبر بالنسبه لي كانها دهون ضاره ملهاش لازمه بشيلها من الشغل بتاعي. فانا بديليفر فاليو فروم كاستمر برسبكتيف وبإليمينيت ويستس وبكيب كونتينوس امبروفمنت. طيب ايه هي الويستس بتاعتي؟ في 8 ويستس مشهورين. الديفكتس هي الافورتس الكوزد باي ريورك سكراب اند انكوركت انفورميشن. فحضرتك من الاول لو كنت حريص ان ما يبقاش في ريورك ولا سكراب ولا اي انكوركت انفورميشن، فانت هتخلص الشغل بتاعك من افورت زياده كانت تتعمل عشان تعمل الريورك. فانت حضرتك النهارده بتتخلص من اول ويست اللي هو ويست بتاع ديفكتس. تاني حاجه اسمها الاوفر برودكشن. اوفر برودكشن هو
البرودكشن ذات از مور ذان نيدد اور بيفور ات از نيدد. يعني انت النهارده ما تنتجش اكتر من المطلوب. ما ينفعش يبقى المطلوب مثلا 20 قطعة فتروح تنتج 30 40 50، وده مش مخطط. يعني ممكن يكون قصدك تقول لي طب انا بنتج اكتر من ال 20 عشان يبقى عندي احتياطي. هقول لك ما هو المفروض اصلا ال 20 دي لما انت تبلغت بيها كانت بتنكلود الاحتياط، لان الراجل المفروض بيحسب احتياجاته وبيحسب معاه الاحتياطيات. فانت ما تنتجش اكتر من المطلوب ولا تنتج قبل المطلوب، لان انت انتاجك قبل ما يطلب الحاجه ممكن يعرضها فعلا ان هي تبقى ويست، نتيجه ان هي ممكن يكون ليها اكسبيريشن ديت او ديوريشن، اكسبيريشن ديوريشن او كان ده كله. انت شغال في مطعم، ما تقدرش تقول انا لا انا هقعد بسرعه انتج مثلا مطعم، لو هو كان مطعم بيتزا انا هقعد انتج انتج بيتزا، اعمل بيتزا كتير عشان الناس لما تيجي تلاقيها جاهزه. لا، حضرتك ممكن الناس ما تجيش ودي تبقى ويستس بالنسبه لك. فلا اوفر برودكشن ولا بيفور ات از نيدد، لا مور ذان نيدد ولا بيفور ات از نيدد. ثالث واحده ويتنج، تمام، wasted time waiting for the next step in the process. اي وقت انتظار بيتم او بيحصل عشان تستنى خطوه تانية. يعني انا مثلا لو انا دلوقتي بتكلم عن خط انتاج في مصنع، لو خط الانتاج دوت المفروض ان الازازه بتطلع مثلا، لو احنا بنقول على زجاجات مياه معدنيه، لو المفروض ان الزجاجه بتطلع وبتبقى جاهزه بس بتستنى بقى ايدي عامله تتوفر عشان تاخدها تحطها في الكراتين، فالويتنج اللي بتستناه الازازه ده في حد ذاته غلط، ده ويست. ويست ليه؟ لان انت المفروض تظبط خط الانتاج كله على تيمبو واحد، على معدل واحد، عشان كله يشتغل بشكل متناغم، فيبقى الخط الانتاج ما بيقفش لاي سبب الاسباب. Non-utilized talent، لو انت عندك اي talent او resource غير مستغل فده في حد ذاته waste، لان التالنت ده اكيد ليه cost، cost ده اجر او مثلا بتاع ده اسمه ايه ده، او تأمين، او الراجل ده تحتاج تعمل له تأمين، او بتحتاج توفر له سرير، بتحتاج توفر له كرسي، بتحتاج توفر له غرفة مكيفة. ففي النهاية في كوست بيتم اداره لو كان عندك تالنت نوت يوتيلايزد، تمام. طيب ايه كمان؟ ترانسبورتيشن، unnecessary movement of products and materials. بدل ما تروح تعمل المصنع في حته والتوزيع مش عارفين، اعمل المصنع جنب النقطه، سوري يا جماعه، اعمل المصنع جنب اقرب نقطه ممكن انت توزع منها. دايما مثلا الشركات اللي هي بتبقى انتاجها للتصدير بتروح تعمل مصانعها جنب المينا عشان ما يبقاش فيه wasted time في الترانسبورتيشن من المصنع للمينا. طيب inventory وهو تخزين بضاعة زائدة عن اللازم، تخزين material بشكل زائد عن اللازم، excess products and material being processed، تمام، هو تخزين بضائع زائدة عن اللازم. حضرتك النهاردة بتجيب حاجات تركنها وما بتستخدمهاش غير بعد 6 شهور، تمام. الموشن، unnecessary movement by people. البيبل عارفين الوضع بتاع كنتادا ماكدونالدز. ماكدونالدز من ضمن الحاجات العبقرية اللي اتعملت في الأول، في أول ما اتعملوا في ماكدونالدز، إن هو كان بداية فكرة الوجبات السريعة، بداية فكرة مطاعم الوجبات السريعة، وقدر يوصل لإن هو يقدم الحاجة بسرعة. يعني قبل ما يفتح ماكدونالدز كان مثلا حضرتك تطلب الطلب يمكن يقعد ساعة الا ربع، يقعد ساعة عشان يطلع، لكن من بعد ما فتح ماكدونالدز بقى بيخدم الناس في 5 دقائق، في 10 دقائق تقدر تاخد الايه الاوردر بتاعك. من ضمن الحاجات اللي هم عملوا عليها او اشتغلوا عليها هي فكرة الموشن او الانسيساري موفمنت باي بيبل. فبدأوا يبتدوا يعملوا نوع من انواع التجارب ومحاولة تقليل حركة الستاف جوه المكان، فبقى الراجل بيحطوا له الحاجة كلها في متناول ايديه والحاجة تجيله من عند حد تاني عن طريق سير، بحيث انه محتاجش يتحرك خالص داخل الايه، داخل الـ بتاع اللي هو المكان اللي هو واقف فيه اللي هو الكيتشن يعني، تمام. فتقلل حركة الناس اللي مش لازم، والله انا عندي رافعة ممكن ترفع الحاجات من الدور الاول للدور التاسع، طب ليه اطلع ناس بحاجة اصلا، تمام. extra processing more
work or higher quality than is required by the customer. يعني انت حضرتك زي gold plating كده بتجود في حاجة ملهاش لازمة، بتجود في حاجة مش مطلوبة ومش هتأد value للعميل. انت النهاردة قعدت مثلا تعمل نوع من انواع التنعيم للرصيف، واصلا الرصيف دوت هيستخدم عشان يتحرك عليه حاجات خشنة، فحضرتك نعمت حاجة اصلا مش مطلوب تنعم، تمام؟ فهي دي فكرة الايه يا جماعة، فكرة اللين مانجمنت هو تيليمينيت الويستس وتديليفر الفاليو فروم كاستمر برسبكتيف وتكيب كونتينيوس امبروفمنت. طيب هقول لكم برضو على حاجة لطيفة جدا، الايت ويستس دول من ضمن يعني ايت ويستس دول مشهورين، يعني انت مش هتبقى ايه في اي مجال هتلاقي هي دي الايت ويستس اللي انت المفروض تفوكس عليها. الايت ويستس دول الاول الحروف الاولى منهم تكون مع بعضها كلمه اسمها داون تايم. داون تايم، وداون تايم اصلا يعتبر ويست، يعني لو انت عندك معده واضطرت المعده دي لاي سبب من الاسباب تتوقف دون شكل مخطط او دون وضع مخطط، يعني بقى في داون تايم للمعده دي او للسيرفيس اللي شغاله او لاي حاجه، فالداون تايم ده في حد ذاته ويست. حضرتك ممكن تفتكرهم دايما بكلمه داون تايم دي وتحطها قدامك، تقدر تفتكر الايت ويستس دول. طبعا زي ما انت شفتوا كده كل ما هناخد نقطه هنقعد فيها كتير جدا، احنا مش هينفع ناخد كل النقط، فهنبتدي ان ايه نباي باس حاجات وحضرتك هتقراها تعمل عليها سيرش، ولو في اي مشكله هتبدا تكونتاكت معايا. طيب عندنا النهارده كام بروسيس يا جماعه؟ عندنا 6 بروسيسز: plan resources management, estimate activity resources, acquire resources, develop team, manage team, control resources. ندخل على اول process اللي هي plan resources management. قال لك is a process of defining how to estimate, acquire, manage and use team and the physical resources. دايما هنتكلم يا جماعة لما بنقول resources بيبقى معناها team plus physical resources. معناها ايه؟ team plus physical resources. The key benefit of this process is that it establishes the approach and the level of management effort needed. بحط التصور ومستوى الإدارة، مستوى الجهد الإداري المطلوب ليه بقى؟ لمانجد project resources based on the type and the complexity of the project. أنا هنا ببتدي أحط تصور إحنا هنمانج الريسورسز بتاعتنا إزاي، سواء كانت الريسورسز دي team أو physical resources. This process is performed once or at predefined points. Plan resources management بتinclude إيه بقى؟ بتinclude team member, بتinclude supplies, بتinclude materials, بتinclude equipment, بتinclude services, بتinclude facilities. يعني مثلا يعني البرافانات اللي بيقعد فيها المهندسين والدنيا دي بتعتبر resources؟ المية والكهرباء اللي بتبقى جاي الموضوع المشروع دي تعتبر resources؟ الانترنت يعتبر resources؟ كل الحاجات دي تدخل في resources، تمام؟ يا اما سبلايز، يا اما ماتيريال، يا اما اكويبمنت، يا اما سيرفيسز، يا اما فاسيلتيز. طيب بلان فور ذا افيلابيلتي اوف اور كومبيتيشن فور سكيرس ريسورسز. انت حضرتك بتخطط لايه؟ بتخطط لاتاحه الموارد، بتخطط لمدى تعارض الموارد اللي ممكن تكون نادره او شحه او غير متوفره في المشروع. بمعنى ان زي ما قلت لحضرتك كده ممكن يكون عندك اي تي سبيشالست بيخدم على 4 مواقع، ده بالنسبه لي يعتبر سكيرس ريسورس. يعني ايه سكيرس ريسورس؟ مورد نادر. ليه مورد نادر؟ لان انا مش قادر اكرره، لان احنا 4 مواقع موجودين مثلا في منطقه صحراويه او منطقه نائيه، ومش هنقدر نجيب حد تاني اي تي سبيشالست، فده هيكون بالنسبه لنا سكيرس ريسورسز. فحضرتك بتبقى محتاج تخطط للكومبيتيشن بتاعت الاربع مواقع على الريسورس ده. الريسورس المواقع دي كلها او السايتس بتاعت الشغل بتاعتك كلها بتكمبيت على الريسورس ده، كلها بتتنافس على الريسورس اللي هو السكيرس ريسورس ده، تمام؟ وبالتالي حضرتك بتبتدي تخطط للاتاحه بتاعت الريسورس وللكومبيتيشن كمان بتاعت المواقع على ريسورس او وات ايفر بقى، مواقع او بزنس يونتس او وات ايفر whatever يعني. طيب انا اكواير الريسورسز دي انترنالي اور اكسترنالي، يعني ممكن اجيبها من جوه الشركه او اجيبها منين؟ من بره الشركه. طيب اول بروسيس عندي دايما بعمل ايه؟ ريسورس مانجمنت بلان.
ببدأ دايما من الاوتبوتس، وببدأ دايما بيكون عندي خطة إدارة الموارد. طب عندي حاجة جديدة جدا أول مرة أشوفها، في حاجة اسمها تيم تشارتر. إيه التيم تشارتر؟ إحنا خدنا البروجكت تشارتر يا باشمهندس، وفي تيم تشارتر كمان؟ آه، وهنشوفه دلوقتي التيم تشارتر ده عبارة عن إيه. تمام؟ ونعمل أبديت في الأسامشن لوج والريسك ريجستر. طيب إيه هي الانبوتس اللي عندي؟ بروجكت تشارتر، بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيومنتس، و اي اف او بي اي. هي التولز اللي عندي، عندي اول حاجه اكسبرت جادجمنت، واخر حاجه ايه؟ ميتنج، وفي النص حاجه اسمها داتا ريبريزنتيشن واورجانيزيشنال ثيوري. في الداتا ريبريزنتيشن في حاجه اسمها هيراركال تشارتس وريسبونسبيلتي اساينمنت ماتريكس وتكست اورينتد فورماتس. هنشوف الثلاثه دول، وهنشوف الاورجانيزيشنال ثيوري اللي احنا اتكلمنا عليها، وهنشوف التيم تشارتر، وهنشوف الريسورس مانجمنت بلان. نبدا بالاورجانيزيشن تشارتس اند بوزيشن ديسكريبشن. احنا اتكلمنا عن ثلاث حاجات، تعالوا نرجع مع بعض تاني. في هيراركال تشارتس، هيراركال تشارتس اهي هيكل الاداري للمشروع، ده يعتبر ايه؟ هيراركال تشارت. طب انت بتعمل ايه هنا؟ هقول لك استخدم التول اسمها الهيكل الاداري او الهيكله الاداريه الشجريه عشان تعمل فريق عمل المشروع. هنا فبنستخدم حاجه اسمها، برضو نرجع ونشوفها مع بعض، Responsibility Assignment Matrix. تمام؟ اللي هي دي كده، وهنشوفها بالتفصيل دلوقتي. طيب ثالث حاجه قال لك ايه؟ Text Oriented Formats، اللي هو زي ايه يا جماعه؟ زي Job Description. شايفين Role Responsibility Authority، عارفين بطاقه الوصف الوظيفي اللي حضرتك ما بتستلمهاش اول ما بتروح تشتغل؟ طيب هي هي دي، هي اللي بتستلمهاش اول ما بتروح تشتغل دي. يعني شوف انت الحاجه اللي بتستلمهاش دي، هي دي بقى زيها. تمام؟ طيب فبطاقه الوصف الوظيفي اللي انت بتستلمهاش لما تروح تشتغل هي تعتبر التكست اورينتد فورماتس، اللي هي زي اللي فيها رولز وريسبونسبيلتيز واثوريتي. تمام؟ طيب تعالوا ناخد مع بعض الراسي ماتريكس. ايه هي الراسي ماتريكس او ريسبونسبيلتي اساينمنت ماتريكس؟ تمام؟ عايز اوريكم الشكل ده الاول بالمنظر ده، ده يعتبر ايه؟ راسي ماتريكس، اللي هي ايه؟ الريسبونسبيلتي اساينمنت ماتريكس. طب ايه راسي؟ راسي دي، راسي دي جايه منين؟ جايه من الاربع ادوار اللي عندي دول. عندي دور اسمه ريسبونسبل، عندي دور اسمه اكاونتبل، عندي دور اسمه كونسلتد، عندي دور اسمه ايه؟ انفورمنت. مين ريسبونسبل ومين اكاونتبل ومين كونسلتد ومين انفورمنت؟ الريسبونسبل ده اللي هينفذ الشغل، ده الشخص اللي هينفذ الشغل. الاكاونتبل ده الشخص اللي يسأل عن الشغل، يعني ممكن ده يكون مدير ده اللي هو الاكاونتبل، مدير مين؟ مدير الريسبونسبل. تمام؟ فالريسبونسبل ده الشخص المسؤول عن الشغل نفسه كتنفيذ، والاكاونتبل ده الشخص اللي يسأل عن الشغل ده. طيب كونسلتد، وهو الشخص الذي نستشيره او يؤخذ برأيه او يعتبر مرجعية في هذا الامر. شخص الانفورمنت هو الشخص الذي يجب اعلامه عند تنفيذ هذا الامر. Again responsible هو اللي بينفذ، accountable هو اللي ايه؟ بيسائل عن الموضوع ده، consulted هو الذي يستشار في هذا الامر. خلي بالك في فرق ما بين يسائل مش يتسائل، في فرق ما بين يسائل ويتسائل. accountable هنا يسائل، يحاسب. تمام؟ consulted يسأل أو يستشار، informed يتم إعلامه. خلاص؟ فsimply كده the person who actually carries out the process or take assignment. تمام؟ responsible to get the job done، مسؤول إنه يخلي الشغل يحصل، مسؤول إنه يخلي المهمة تنفذت، مش يخلي بمعنى يعني يؤمر، لا هو ده اللي هينفذ. طيب the person who is ultimately accountable for process or task being completed appropriately. Ultimately accountable هو المحاسب المطلق أو الشخص المسائل عن الموضوع ده. Responsible persons are accountable to this person. واخد بالك بقى إن اللي فوق ده accountable بالنسبة للي تحت، واللي تحت ده accountable بالنسبة للsenior management أو للproject manager أو whatever. تمام؟ طيب وconsulted people who are not directly involved with carrying out the task
but who are consulted may be stakeholder or subject matter expert. Informant, those who receive output from the process or task, or who have a need to stay informed. محتاجين يكونوا دايما updated, يكون عندهم معلومة. زي مين معظم الناس بتبقى في informed؟ قسم الحسابات او الادارة المالية بيبقى محتاج توديله تقارير عن ما تم انجازه عشان يشوف ايه الفواتير المفروض يطلعها مثلا. consulted ده بقى الشخص الفني او الشخص المستشار او اللي نفذ مشروعات قبل كده واللي تقدر حضرتك ترجع له. وممكن يبقى شخص خارج فريق العمل خالص, ممكن يبقى حد متخصص في اعمال معينة خاصة بالزجاج فبنرجع له عشان ناخد منه المعلومة. تمام. والاكاونتبل ده بيبقى مثلا ده ممكن نقول عليه المقاول والريسبونسبل, دول التيم اللي تحت المقاول مثلا. ده مجرد اكزامبل يعني. طيب راسي ماتريكس اللي احنا شايفينها قدامنا دي اكزامبل. هنفترض ان احنا اسماء نحط الادوار, بدل ما نحط الاسماء نحط الايه الادوار. ليه؟ عشان انا في الاول وفي الاخر ممكن فلان يمشي, ممكن علي يمشي, نورة تمشي, سلمى تيجي, وهكذا. فأنا ما ينفعش أعمل راسي ماتريكس بالأسماء لأن الأسماء بتتغير, لكن أعملها بالأدوار. أنا مثلا سلمى دي ديزاينر, نورة دي تيستر, علي ده امبلمنتر, فأنا هحط الأدوار هنا فوق. تمام. نيجي نقول ببساطة انا عندي تاسكس اسمها ديزاين, بيلد, تيست, ديفلوب. ديزاين, بيلد, تيست, ديفلوب. فلما اجي اشوف الديزاين الاقي ان نوره هي الريسبونسبل, هي الار. تمام. يعني هي اللي هتعمل الديزاين. بس انا لما احب احاسب حد على الديزاين احاسب علي اللي هو الاكاونتبل. تمام. ليه؟ علي ده الكرييتيف دايركتور فور اكزامبل, ده الشخص الايه المخرج الفني خلاص, ونورة هي ريسبونسبل, هي اللي بتنفذ الديزاين. طيب وبما ان الناس في ناس تانية شغلهم هيعتمد على الديزاين, فانا هخليهم كلهم ايه انفورمنت. سلمى واكرم واحمد هخليهم كلهم انفورمنت. طيب هاجي في البيلد هلاقي ان علي اللي كان اكاونتبل بقى ايه, بقى مجرد انفورمنت عشان ممكن يكون شغله بيعتمد على البيلد. بس مين بقى اللي ريسبونسبل؟ سلمى هي اللي هتنفذ الشغل. ومين الاكاونتبل؟ نورة, عشان ممكن تكون نورة دي مديرة سلمى. طيب واكرم واحمد, اكرم واحمد بما انهم مش مسؤولين عن الشغل وعندهم خبرة فنية كبيرة فاحنا خليناهم كونسلتد, بقى اكرم واحمد ايه كونسلتد. طيب نيجي للتست. التست بقى مين اللي بيعمل التست عندنا؟ سلمى برضو بتعمل البيلد وبتعمل التست. ومين اللي بيبقى accountable للتست؟ نورة برضو, هي اللي ايه اللي يعتبر supervisor على سلمى. تمام. طيب وبرضو في الحتة دي اكرم واحمد يستشاروا, بنستشيرهم. نيجي في الديفلوب بنلاقي ان اللي بالديفلوب بقى مين؟ بالديفلوب نورة. طب مين هنا اللي هو يعتبر accountable على نورة؟ يعتبر علي accountable على نورة. طيب وسلمى بقت انفورمد. الله, ده في ار تاني. هو ينفع يبقى في اتنين ار في نفس التاسك؟ اه, شغل متقسم على اتنين على تلاتة على خمسة على سبعة بيعملوا ايه ده؟ يعني ينفع يبقى في اتنين ار؟ اه. طب احنا شفنا معاك تلاتة اي وشفنا اتنين سي وقادرين نفهم ان في اكتر من حد انفورمد واكتر من حد كونسلتد, بس هو ينفع يبقى في اكتر من حد ريسبونسبل؟ اه, ينفع يبقى في اكتر من حد ريسبونسبل. زي ما قلت لك ان انا يكون عندي اكتر من حد بينفذ نفس التاسك نفس الشغل. انا عندي كود هيتكتب وقسمته على ثلاثة عندي في التيم يعملوا. طيب معنى كده ان احنا ممكن نشوف اكتر من حد اكاونتبل في نفس التاسك؟ لا, اكاونتبل بقى الوحيدة اللي ما ينفعش تتكرر, عشان احنا عندنا مثل كده بيقول لك المركب اللي ليها رئيسين, المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. وبالتالي ما ينفعش يبقى التاسك ليها 2A, ما ينفعش التاسك ينفعش يبقى ليها 2A, فهي التاسك يبقى فيها A واحدة, يعني فيها شخص مساءل واحد بس, فعش أسائل اتنين على نفس الحاجة. تمام. وإن كان في أكتر من responsible لا يمكن يكون في أكتر من إيه, من accountable لنفس التاسك. طيب
طبعا دي واي راسي ماتريكس وهاو تو امبلمنت والدنيا دي كلها، ممكن تبقوا تقروا التو سلايدز دول برضو فيهم شرح عن الموضوع. انا كده جبت لكم برضو خلاصه الايه الراسي ماتريكس. طيب عندنا حاجه اسمها اورجانيزيشنال ثيوري. اورجانيزيشنال ثيوري اللي هي النظريه التنظيميه او النظريه الايه المؤسسيه او المنظميه. قال لك organizational theory provides information regarding the way in which people, teams and organizational units behave. يعني ازاي الفرق وازاي البشر وازاي الناس جوه الوحدات التنظيميه. الوحدات التنظيميه تبقى ممكن تبقى بزنس يونت جوه شركه، وممكن تبقى شركه، وممكن تبقى مجموعه شركات، وممكن تبقى حاجات كتير. ازاي الناس دي بتبيهاف، ازاي الناس دي بتتفاعل او بتتصرف مع بعضها. Like it is important to recognize what بقى that different organizational structure. يعني لما يكون عندي different organizational structure عندي تشكيلات تنظيمية مختلفة، بالتالي have different individual response. يعني انت لو خدت نفس الاشخاص، مش نفس الاشخاص، خدت نفس الشخص من organizational structure معين حطيته في organizational structure تاني، مش شرط تكون تصرفاته في organizational structure الاولاني زي organizational structure التاني. يعني مش شرط ان انت لما تاخد نفس الشخص تحطه في بيئة تنظيمية معينة يديك الريسبونس اللي كان بيديه في بيئة تنظيمية تانية. وده اللي احنا بنقعد كل شوية نقول ايه، والله المصريين دول لما بيطلعوا في اوروبا بينجحوا بيبقوا حاجة تانية. ده ليه؟ لان انت حطيته في بيئه بقى بيتصرف اكوردنج للبيئه اللي موجود فيها. ففي بيئه بتضمن شويه حقوق معينه فبدا يتصرف تبعا للحقوق دي، فبدا يبقى في ريزلت معين. طيب وفي كمان انديفيدوال بيرفورمانس، اداء منفرد او اداء افراد مختلف حسب التشكيل الاداري او الوحده الاداريه التنظيميه اللي موجود فيها. وبيرسونال ريليشن شيب كاركترستكس، ان الناس اللي ممكن تكون او الشخص اللي ممكن لو حطيته في بيئة معينة يتحول لشخص عدائي ممكن في بيئة تانية يكون فريندلي جدا. تمام؟ طيب ال 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 الحاجات اللي عايزين نتكلم عليها هنا، نتكلم على كذا نظرية كده. أنا بس شايف الساعة دلوقتي خلاص داخلة على 9:50، ومش عايز أبدأ في النظريات دي قبل الإيه؟ إحنا نقعد نعيش شوية كده في النظريات دي. فخلينا ناخد بريك دلوقتي ونرجع الساعة 9:05. وبسلم المايك للمهندس احمد سمير. موجودين نرجع للايه لاخر نقطه وقفنا عندها. تمام، ان احنا كنا هنتكلم عن الثيري. الناس سامعاني كويس؟ معلش تاكيد اخير برضو بس كده عشان الصوت. الصوت مسموع؟ طيب تمام زي الفل. خلاص يا جماعه No need to write anything. طيب احنا كنا بنتكلم عن النظريات او الـ human behavioral theory، نظريات السلوك البشري. وكان عندنا اكتر من نظرية، عندنا Maslow's hierarchy of human needs، عندنا Herzberg، عندنا McGregor، عندنا expectancy theory. دي مجموعة من نظريات السلوك البشري. طيب ماشي يا جماعة، خلاص ما حدش يكتب حاجة بقى تاني. خلاص فنبتدي نشوف مع بعض كده نظريات السلوك البشري أو تاني. تمام، نبتدي نشوف مع بعض. ماسلوز بيراميد او ماسلوز هيراريكي اوف نيدز، اللي هو ايه الهرم الخاص بماسلو، خاص هرم الحاجات بتاع ماسلو. ماسلو ده اللي هو اسم العالم اللي قدم النظريه دي او قدم الوجهه دي او الرؤيه دي. هو بيقول ايه؟ بيقول ان احتياجات الانسان بتترتب كده من خلال هرم زي اللي احنا شايفينه، وإن حضرتك عشان تقدر توصل لقمة الهرم فأنت لازم تطلع الهرم ده من تحت. يعني أنت مش هينفع تروح على الهرم من عند القمة على طول، أنت لازم تطلع الهرم ده من تحت. تمام؟ وبدأ يحط النيدز بتاعت الإنسان من النيدز الأساسية خالص للنيدز النص أساسية،
للنيدز السنويه. تمام؟ طيب بدأ بإيه؟ بدأ بالبيسك نيدز اللي هي الفسيولوجيكال نيدز، اللي هو الحاجه الى الطعام، الحاجه الى الشرب او العطش يعني، وارمث، الدفء، والراحه، الحاجات الاساسيه اللي ما بيختلفش فيها بني ادم عن بني ادم. محمد صلاح بيحتاج ياكل ويشرب ويبقى ينعم بالدفء وبالراحه، وكذلك ممكن يكون عامل البناء اللي موجود في اي مكان برضه محتاج ياكل ويشرب ويوي. فدي احتياجات انسانيه اساسيه يجب توفيرها لكل الناس على السواء، ويجب ان يتم يعني مراعاه ذلك. طيب نيجي للليفل اللي بعده وهو السيفتي نيدز. السيفتي نيدز او الحاجه الى الامان او الشعور بالامان، فده بيلي على طول الحاجة إلى الطعام والماء. يعني أنا النهاردة بدور كبني آدم إن أنا آكل وأشرب، دي احتياجات أساسية. بعد ما أبقى أكلت وشربت ببتدي أدور على الأمان. تمام؟ طيب باجي بعد كده بحتاج إيه؟ بحتاج بقى أبقى بنتمي لكيان، لقبيلة، لمدينة، لقرية، لبلد، لدين، لجماعة، لأي حاجة. يبقى عندي belongingness. وكمان بحتاج أحب وأتحب، بحتاج أكون عنصر موجود في المجتمع والناس حاسة بأن أنا جزء منهم، وهم كمان أنا حاسس أن أنا جزء منهم. تمام؟ يبقى عندي أصدقاء، يبقى عندي معارف، يبقى عندي connection. فدي احتياجات نفسية. الأولانية كانت احتياجات أساسية، اللي بعد كده احتياجات نفسية. تمام؟ نيجي بعد كده الاستيم نيدز. استيم نيدز، وهنا ان انت تبقى ليك كينونة او ليك وضع معين في المجتمع. المرة اللي فاتت كنت عايز تبقى مجرد جزء من المجتمع، يبقى عندك جزء. طبعا الحتة بتاعت البيلونجنس دي هتلاقي مثلا بيعاني منها الناس اللي بدون هوية او بدون جنسية. تمام؟ فالناس اللي بدون جنسيه ممكن يكون عندهم مشكله في البيلونجنس، ان هو ما عندوش طائفه او ما عندوش جنسيه بينتمي اليها. ده ممكن يكون الشخص، او مثلا وجودك في مجتمع غريب عليك، فانت هتكون عندك مشكله في البيلونجنس، ان انت لا تنتمي لهذا المجتمع، ما انتش حاسس انك بتنتمي لي. طيب كمان اللي بعد كده بقى فكره الاستيم نيدز، البرستيج اند فيلينج اوف اكومبليشمنت، ان انا يبقى ليا وضع وليا احساس بان انا انجزت شيء معين. يعني انا بقيت مهندس، انا بقيت طبيب، انا بقيت محامي، انا بقيت مدرس، انا بقيت يعني ليا وضع، ليا حيثيه في المجتمع، وفي اتشيفمنت معينه انا عايش بيها. بس في زي كتير، بس على الاقل خالص انا مش بلا حيثيه، انا حد موجود، حد له كيان، له وضع. نيجي لل الحته الاخيره. طبعا الاثنين اللي اتكلمنا عليهم سواء كان البيلونجنس اند لاف نيدز او استيم نيدز، هي سايكولوجيكال نيدز. لو تفتكروا احنا كان عندنا فيسيولوجيكال يعني عضوي او جسدي. تمام؟ سايكولوجيكال يعني نفسي. تمام؟ طيب اخر حاجه خالص اللي هو السيلف فولفيلمنت نيدز او سيلف اكتشواليزيشن. سيلف اكتشواليزيشن. تمام؟ طيب السلف اكتشواليزيشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن تحقيق الذات. عباره عن تحقيق الذات، اللي هو ايه بقى تحقيق الذات ده؟ اللي هو ان انت تقدر تدرك الحكمه اللي ربنا خلقك عشانها، والموهبه اللي حطك فيها، والرساله اللي مطلوب منك ادائها، او الحته اللي انت مميز بيها، وتبتدي تشتغل على الحته اللي انت مميز بيها دي، وتبتدي تدرك التميز او التفرد في المجتمع. انك تبقى محمد صلاح، انك تبقى احمد زويل، انك تبقى اكتر واحد او احسن واحد بيعرف يرسم لوحات فنية، انك تبقى مثلا حد عبقري وصل لاختراع معين، اكتشفت في نفسك حاجة معينة. فهنا انت وصلت للسيلف اكتشواليزيشن، بدأت توصل للإيه؟ بيقول لك achieving one's full potential. أنت جبت إيه؟ صفرت العداد بتاعك، أو يعني جبت آخر العداد بتاعك. including creative activities،
اللي هو بقى الإبداع والفن وإنك تبقى خلاص بقى حققت حاجة فعلا بقيت عالم فيها. فهي دي الايه السيلف اكتواليزيشن. طيب ايه بقى اللي انت عايز تقوله؟ اللي عايز اقوله ان انت مش هينفع تفكر في كل ليفل من الليفلز الاعلى الا لما تبقى محقق الليفلز الاقل. يعني مش هينفع مثلا ان انت في الشغل تبقى بتعمل كومبيتيشن بين الناس في تحقيق التارجت وانت اصلا بتديله راتب لا يحقق له الحد الأدنى من المعيشة الكريمة. ما ينفعش تبقى بتعمل له بتقول له انه عايز يشارك في مسابقات ويشارك في سوشيال اكتيفيتيز وزن تيم وانت اصلا مش محقق له السكيورتي ولا السيفتي. تمام، خلينا نفرق السكيورتي يا جماعة اللي هو الامن والسيفتي اللي هو الامان. الامان دايما بيبقى ناحية الحاجات الفيزيكال، والسكيورتي بتبقى بتتعرض لحياة الانسان نفسها او لامن وحريته. تمام، فانت مش محقق له دي اصلا، يعني هو غير امن على نفسه في الشركه، قاعد مثلا والبيئه اللي قاعد فيها غير امنه، مهدد بسقوط حاجه عليه من السقف، فهو قاعد مش امن، مش مستقر نفسيا عشان يقدر يفكر لك في اللي بعد كده. تمام، فهي دي فكره الماسلوز بيراميدز اوف نيدز. تمام، الماسلوز بيراميدز اوف نيدز. طيب عندنا هيرزبرج ثيري. هيرزبرج قال لك ايه؟ قال لك ان في حاجه او في جروبس، تو جروبس اوف فاكتورز. الفاكتورز دي موجوده، المفروض تكون موجوده في الشركات. في حاجه اسمها هايجين فاكتورز وحاجه اسمها موتيفيتورز. الهايجين فاكتورز دي بيسميها الحد الادنى اللي لو ما اتحققتش هتسبب عدم رضا للناس. الهايجين فاكتورز، الحاجات اللي لو ما اتحققتش هتسبب عدم رضا للناس. طيب والموتيفيتورز دي الحاجات اللي لو اتحققت هتسبب رضا للناس. طب امال ايه يا عم؟ طب ما انت عمال تلف بينا ليه؟ الحاجات اللي ما اتحققتش هتسبب عدم رضا للناس، والحاجات اللي لو اتحققت هتسبب رضا للناس. طب مش المفروض هي هي؟ لا بقى مش هي هي. ريسبيرج بيقول لك ان مش هي هي. قال لك ان الهايجين فاكتورز بتفصل ما بين الديساتسفاكشن والنو ديساتسفاكشن. يعني هي بتنقلك من الليفل بتاع عدم الرضا الى عدم الرضا. تمام، من الليفل بتاع عدم الرضا الى عدم الرضا. خلاص، بينما الموتيفيتور بتنقلك من الليفل بتاع عدم الرضا الى الرضا. تمام، بمعنى ان انت النهارده لو ما حققتش وما وفرتش للناس في الشركه كومباني بوليسي ولا supervisions and relationships ولا working conditions كويسة ولا salary ولا job security، فانت هنا هتبقى بتلعب في dissatisfaction. الناس هتبقى غير راضية. طيب هل معنى ان عدم الرضا راح ان الناس بقت راضية، ولا ممكن يبقى في in middle state؟ تمام، حالة كده في النص الناس بتنتقل فيها من عدم الرضا الى القبول، او إن نقدر نقول حالة بتاعة نيوترال، لا في عدم رضا ولا في رضا. وبعدين الموتيفيترز تاخدهم من حالة النيوترال دي او حالة الوقوف في المنتصف الى حالة الايه الرضا. تمام، تاني الهايجين فاكتورز بتاخد الموظف من ساتسفاكشن بات نو ساتسفاكشن، هي حالة كده في النص. تمام، هي حالة في النص تقدر تقول عليها نيوترال، لا هو ديساتيسفايد ولا هو ساتيسفايد. طب الموتيفيترز بتاخده من حالة النو ساتيسفاكشن او الحالة اللي في النص دي، تمام، وتوديه لحالة الساتيسفاكشن. وبرضو انا بقول اهو، شوف انا عمال اقول اهو، الديساتيسفاكشن لا يساوي النو ساتيسفاكشن. تمام، الديساتسفاكشن لا يساوي النو ساتسفاكشن، خليها في حسابات. طيب تعالوا نشوف الشكل ده هيفهمنا قوي. انا عندي هنا امبلوي ار ديساتسفايد اند ام موتيفيتد، رحت مديهم الهايجين فاكتورز بقوا ايه؟ بقى امبلويز امبلويز ار نوت ديساتسفايد بات ام موتيفيتد، يعني هم مش راضيين بس كمان مش محفزين. طب الموتيفيشن فاكتورز خدت الناس اللي كانوا
مش راضيين بس كمان مش محفزين، وخليتهم ايه بقوا ساتسفايد وموتيفيتد، بقوا ساتسفايد وايه وموتيفيتد. دي هيرزبرج ثيري اوف موتيفيشن. طيب لما نيجي نبص على الثيري اكس، في ثيري اسمها ثيري اكس، تمام؟ ثيري اكس دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان احنا هنا بنفترض ان الناس ليزي وبتهيت الورك، وان هما كمان بيبقوا عايزين ما يشتغلوش، ويل افويد ورك، وان هما بيشتغلوا فقط من اجل المال، ار وركينج اونلي فور دولارز. والمانجرز هنا شغلتهم ان هما يبليم ويبانش، ان هو يلوم ويعاقب، تمام؟ Manager's job is to structure and energize employees. إن هو يشكل الناس ويبتدي ينرجايز الناس اللي هو إيه يحثهم أو يدفعهم للعمل. طبعاً دي بتبقى ميالة شوية للميلتري مانجمنت أو للميلتري كوماند، تمام؟ الشغل العسكري شوية دي بتبقى يعني دي مدرسة عسكرية شوية. خلاص؟ في مدرسة تانية عكس المدرسة دي تمام، بتأسيوم opposite of theory X. Employees enjoy their physical and mental work. الناس هنا بتستمتع بعملها سواء كان العمل ده physical or mental. Employees might be ambitious and self-motivated. ممكن يكونوا طموحين وعندهم motivation من الداخل. والمانجرز هنا بيبقوا مفترضين انهم لو وفروا بس الظروف المناسبة الموظفين لوحدهم بيشتغلوا كويس والدنيا دي. طبعا الناس قاعدة سمعاني دلوقتي ممكن يكونوا بيقولوا ده احنا الشغل عندنا كله 3X وما فيش حاجة 3Y. طيب انا معاك، مش هقولك ان في شركات كتيرة ماشية ب3X، تمام؟ بس انا برضو عايز اقولك ان احيانا كل اندستري وكل بروجكت بتتفرض عليه طبيعة معينة بحيث انه يشتغل بثيري معين. يعني انا بشوف مثلا في مجال الكونستراكشن بتبقى الدنيا ما ينفعش تمشي ثيري واي صراحة، ممكن ما تبقاش 100% ثيري اكس بس ما ينفعش تمشي ثيري واي. لكن في مجال السوفت وير والبرمجة بيبقى صعب الدنيا تمشي ثيري اكس. ليه؟ لانك بتتعامل مع عقول وبتتعامل مع ناس كرياتيف، فالناس الكرياتيف ما ينفعش تمشيهم بالطريقة بتاعت اكس. انت لازم برضو تعمل ايه؟ تبقى عندك قدرة على انك تستفز عقول الناس دي وتشغلها بالطريقة الصحيحة. وبالتالي لما نيجي نتكلم هنا عن الثيري اكس والثيري واي بالاضافة الى ان دي ممكن تصلح في اندستري وده تصلح في اندستري تانية، بتبقى في بقى مدارس في الادارة. في حد بيشوف ان انت جاست ان انت تجيب الناس ويجي تحط لهم الظروف المناسبة هم هيشتغلوا كويس. في حد تاني بيشوف لا، الناس دي لقمة، لو سبتهم لو عينك غفلت عنهم انت مش هيروحوا يقعدوا في البيت، تمام؟ طيب في ثيري واي، ثيري زد بقى. ثيري زد دي بقى مختلفة شوية. مين صاحب الثيري ده؟ هي بيزد على الشغل بتاع ادوارد ديمينج ولكن بروبوزد باي ويليام اوتشي، تمام؟ عمنا ويليام اوتشي هو اللي قدم النظرية دي، وزي ما احنا شايفين باين على ويليام اوتشي ان هو ياباني جدا اهو، تمام؟ هي جابانيز مانجمنت ستايل او جابانيز موتيفيشنال ثيري. خلاص، قايمه على فكره ايه؟ قايمه على فكره ستيبل امبلويمنت او جوب فور لايف. انت هتخش تشتغل عندنا، هتقضي حياتك عندنا، حياتك كلها عندنا، واحنا كمان هنبقى مسؤولين عن كل حياتك. يعني هنبقى مسؤولين عن سكنك، هنبقى مسؤولين عن مدارس اولادك، هنبقى مسؤولين عن متعتك ورفاهيتك وكل حاجة في متطلبات حياتك. مين مطبق الكلام ده؟ تويوتا. تويوتا في اليابان مطبق الكلام ده. اللي بيدخل تويوتا بيدخلها وعنده مثلا 19 أو 20 سنة بيفضل شغال لحد ما يوصل لستين سنة 70 سنة هناك. تويوتا مسؤولة عنه تماما وهو مسلم نفسه لتويوتا تماما، تمام؟ فدي بيبقى اسمها مدرسة job for life، يعني انت وظيفة واحدة طول الحياة. Plus, focusing on increasing loyalty by caring about their well-being in and out of the job. يعني أنا بهتم بيك في الشغل
واهتم بيك خارج الشغل باسرتك وعيلتك واولادك ومدارسهم وكل حاجه. وهنا برضو بالمناسبه في جزء ميلاتري، جزء عسكري، هتلاقي ان الجيوش او الناس اللي بتشتغل في الجيوش او ضباط الجيش دايما بتلاقي ان الجيش او منظومه الدفاع في البلد بتكون مسؤوله عن الضباط دول فروم A to Z، بتوفر لهم نوادي، بتوفر لهم مدارس، بتوفر لهم جميع انواع السلع، بتوفر لهم حاجات بشكل مخفض، بتوفر لهم فنادق، بتوفر لهم حاجات من دي. فتقدر تقول ان مثلا الميلاتري سكول اوف مانجمنت ميكس ما بين الاكس والزي، وارد برضو يبقى فيها جزء واي، لان بيبقى فيه جزء ثينك تانك موجود جوه القوات المسلحه بتاعت اي دوله. ثينك تانك دول ما بتبقاش الدنيا ماشيه بشكل كوماندز قد ما بتبقى ماشيه بشكل ايه، ان الناس تفكر وتشغل عقولها. خلاص، tries to keep employees morale and satisfaction high، دايما بيحاول يخلي معنويات الناس عاليه ونسبه الرضا بتاعتهم عاليه. دي كانت theory Z. طيب في عندي حاجه اسمها expectancy theory. expectancy theory تمام بتقول ايه؟ بتقول ان حضرتك النهارده لما تيجي تصمم وظيفه لحد فانت لازم تراعي ثلاث ابعاد: expectancy, instrumentality, valence، أو effort, performance, reward. effort, performance, reward. اللي هو إيه يعني؟ اللي هو إن أنت أصلاً لما تيجي تعمل job لحد تعملها achievable بالنسبة له، إن هو يقدر يحقق الكلام ده. طب تاني حاجة، إن هو لما يحقق الكلام دوت ده يقوده فعلاً إن في reward ياخده، ان يبقى فيه عائد هيدخله لما هو يحقق المطلوب. طيب ايه كمان؟ ان كمان الريورد او العائد اللي هيدخله ده يبقى محل استحسان وسعي منه. يعني انا النهاردة ما ينفعش مثلا نيجي اقول لك لو حققت التارجت بتاعنا الشهر ده تمام هتحصل على كارت شحن ب50. يا سلام يا سلام، فانا النهاردة هروح احقق تارجت بمثلا 250 ألف جنيه عشان انت تعمل لي كارت شحن ب50 جنيه؟ طب انا كده عامل ايه؟ لكن ممكن اقول له والله لو حققت التارجت الشهر ده 250 ألف هجيب لك مثلا موبايل سامسونج مش عارف ايه، تمام؟ وبالتالي لازم تبقى الحاجة ديزايرابل بالنسبة له. يبقى اول حاجة can I hit my target if I work hard، لو انا اشتغلت جامد اقدر احقق الحاجة دي. طيب تاني حاجة، أنا لو حققت بقى هاخد ريورد فعلا، يعني أنا في عائد هيدخل عليا لما أحقق التارجت. طيب هل بقى العائد دوت أصلا لايكابل بالنسبة لي أو ديزايرابل بالنسبة لي؟ فهي دي الإكسبكتنسي ثيري، اللي هي نظرية التوقع، إنك دايما تماتش الإكسبكتنس بتاعة الموظف. تمام؟ طيب ندخل على الريسورس مانجمنت بلان. الريسورس مانجمنت بلان المفروض يكون فيها مجموعه كتيره من الحاجات. اول حاجه هي ايدنتيفيكيشن اوف ريسورسز، تحديد ايه هي الريسورسز نفسها اللي هنحتاجها، محتاجين كم عامل، محتاجين كم مهندس، محتاجين كم لودر، محتاجين كم حفار، محتاجين كم طن اسمنت، محتاجين كم طن رمله، كم عربيه رمله، محتاجين حديد، وهكذا. acquiring resources، ازاي هنجيب الريسورسز دي، ونبتدي نحدد الرولز والريسبونسبيليتي. ايه هي الرولز وايه هي الريسبونسبيليتي يا جماعه؟ الرول هو الدور اللي حضرتك هتقوم بيه. انت نجار، انت مثلا نقول كهربائي، ايا كان ده دور. الريسبونسبيليتي ايه؟ انت ككهربائي بقى هتعمل ايه؟ انت هتبقى ريسبونسبل فور ايه؟ لان مش كل الكهربائيه اللي هيكونوا موجودين في المشروع هيقوموا بنفس الشغل. ده هيعمل اعمال مثلا سليسيون، وده هيعمل اعمال مش عارف ايه، وده هيعمل اعمال ايه، وهكذا. مش كل النجارين هيبقوا نجارين مش عارف باب وشباك، لا، في باب وشباك وفي نجار تاني هيعمل حاجات تانيه وهكذا. فالرول انك انت نجار او كهربائي، لكن الريسبونسبيليتي هو انت هتبقى مسؤول عن ايه كنجار او كهربائي. الاثوريتي هي ايه الصلاحيات بتاعتك، انت من حقك تعمل ايه. الكومبتنسي ايه هي بقى المواصفات المفروض تتوفر فيك عشان تقدر تلعب الدور ده وت
وتكاري اوت الريسبونسبيلتي دي. تمام، دي هي فكره الرولز والريسبونسبيلتيز. ايه تاني؟ بروجكت اورجانيزيشن تشارت، يعني الهيراركي بتاع فريق اداره المشروع وفريق المشروع بتاعك. Project Team Resources Management Guidance on how Project Team Resources should be defined, staffed, managed, and eventually released. تمام؟ Training، ازاي هندرب الناس؟ Team Development، ازاي هندفلوب التيم عندنا؟ Resource Control، ازاي هنعمل Control over the Resources؟ Recognition Plan، ازاي هنكرم الناس وازاي هنحفز الناس اللي موجودين عندنا في المشروع؟ التيم تشارتر. التيم تشارتر ده من الحاجات المهمه جدا والمستحدثه في الاصدار السادس اللي هو قرب يخلص اصلا. طيب قال لك هي دوكيمنت بتبقى استابليشز ذا تيم، ايه بقى؟ values، agreements، operating guidelines for the team، establishes clear expectations regarding acceptable behavior by project team member. يعني فيها مجموعة القيم، مجموعة الاتفاقيات اللي اتفقنا عليها، الoperations guidelines، تمام، اللي هي ازاي بنشتغل مع بعض، بنقول ايه، بنعمل مثلا، يعني احنا مثلا لما يبقى عندنا خلاف هنعمل كذا، احنا لما اتنين من جوه التيم يبقوا في بينهم خلاف او يحصل بينهم نزاع، لا هنعمل كذا. تمام، احنا بنقدس الصدق وبنقدس الانتاجية واهم قيمنا كذا وكذا وكذا، دي كلها تبقى موجودة. Early commitment to clear guidelines decreases misunderstanding and increases productivity. تمام، يعني كل ما كان في تيم تشارتر بدري والناس بقت ملتزمة بيه بدري، ده بيقلل misunderstanding وبيزيد productivity. Discussing areas such as codes of conduct، تمام، communication, decision making and meeting etiquette allows team members to discover values that are important to one another. ببتدي افهم بقى من خلال الكود اوف كونداكت اللي احنا هنحطه، من خلال الكوميونيكيشن جايدلاينز، من خلال ازاي decision to be made، ازاي الميتنج بتتم. Allows team members to discover values that are important to one another. يعني انا لما احضر ميتنج مع تيم وابتدي الاقي ان الموضوع مش اورجانيزد ومفيش ميتنج اجنده ومفيش تايم ليميت للميتنج ومفيش تنظيم واي حد بيقول اي حاجه في اي وقت. تمام، فتيم تشارتر بقى وركس بيست وين تيم ديفلوبس ات. يعني كل ما التيم اللي بيشتغل هو اللي عمل التشارتر، كل ما كان في التزام اكتر بيه، مش ان هو يجي لهم من بره يلتزموا. تمام، ندخل على estimate activity resources. by the way في الاصدار الخامس كانت ال process دي موجوده في السكادول مش في الريسورسز. تمام، طيب قال لك is the process of estimating team resources and the type and the quantities of materials, equipment and supplies necessary to perform a project work. تمام، هي دي اللي انا بقدر اقول فيها انا محتاج بقى كميات وانواع ايه من كل ماتيريال. تمام، the key benefit of this process is that it identifies the type, quantity and the characteristics of resources required to complete the project. This process is performed periodically throughout the project as needed. تعالوا نشوف بقى الايه البروسيس. Process هنا resources requirements basis of estimates we resource breakdown structure. طيب resources requirements دي اللي بتعادل عندي ايه في السكادول وفي الكوست؟ بتعادل عندي في الكوست الكوست استيميتس، وبتعادل عندي في السكادول ديوريشن استيميتس. هنا بقى عندي ريسورس ريكويرمنتس. ريسورس ريكويرمنتس هي الاستيميشن بتاع الريسورسز لكل اكتيفيتي كانت موجوده عندي، هي الاستيميشن بتاعت الريسورسز لكل اكتيفيتي كانت موجوده عندي. بيسس اوف استيميتس اللي كانت موجوده برضو مع كل واحده في السكادول في الكوست نفس القصة، الأسس اللي أنا بناء عليها عملت استيميشن للريسورسز. الريسورس بريكداون ستراكشر زي الورك بريكداون ستراكشر ولكن للريسورسز، وهنشوف شكله دلوقتي. وهنعمل أبديت في الأكتيفيتي أتريبيوتس
وassumption look ولessons learned register. ايه الانبوتس اللي عندي؟ عندي project management plan والdocuments والاي اف والاو بي. طيب ايه التولز اللي عندي؟ expert judgment, bottom up estimating, analogous estimating, parametric estimating, alternatives analysis, project management information systems وmeetings. مش فاكرين الكلام ده شفناه فين؟ الكلام ده شفناه في الكوست وشفناه برضو في الاسكادول. bottom up estimating اللي هنعمل estimating من تحت لفوق وبنعمل aggregation, والanalogous estimating ان احنا بنعمل estimation في ضوء المناظرة مع project تاني, وparametric بناخد parameter ونبتدي نعمل نوع من انواع القياس عليه في مشروع تاني, والalternatives analysis نحلل الخيارات المتاحة لينا قدامنا, والسوفت وير والميتنج. تمام. طيب الريسورس ريكويرمنتس بقى يا جماعه اللي هي دي, بيقول لك ريسورس ريكويرمنتس اند ايدنتيفايز ذا تايبس اند ذا كوانتيتيز اوف ريسورسز ريكوايرد فور ايتش ورك باكج اور اكتيفيتي ان ا ورك باكج اند كان بي اجريجيتد تو ديتيرمين ذا استيميتد ريسورسز فور ايتش ورك باكج. تاني بقى كده خد بالك معايا, بعمل ايه انا هنا؟ مطلوب مني التايبس والكوانتيتيز من الريسورسز المطلوبه لكل ورك باكج, او بجيب الريسورسز بتاعت الاكتيفيتي جوه الورك باكج وبعدين اعمل لها اجريجيشن تو ديتيرمين ذا استيميتد ريسورسز فور ايتش ورك باكج, وبعد كده بالتبعيه لكل دبليو بي اس برانش, وبعدين للمشروع ككل. تاني بعمل بجيب الريسورسز بتاعت كل اكتيفيتي واعمل لها اجريجيشن عشان اجيب الريسورسز بتاعت كل ورك باكج, وبعدين اعمل لها اجريجيشن عشان اجيب الديليفرابلز, ثم الورك بريك داون ستراكشر برانش اللي احنا كنا بنقول عليه الكنترول اكاونت في الكوست, اند ذا بروجكت از ا هول بعد كده في الاخر خالص. تمام كده انا بجيب ايه؟ بجيب الريسورسز بتاعت المشروع كله. طيب ذا ريسورس ريكويرمنتس دوكيومنتيشن كان انكلود اسامبشنز ذات وير ميد ان ديتيرمينج ويتش تايبس اوف ريسورسز ار ابلايد ذير افيلابيليتي اند وات كوانتيتيز ار نيدد. طبعا يا جماعه الاسامبشنز دي بتتحط في الاسامبشن لوك, عشان كده بروح اعمل ابديت للاسامبشن لوك, وكمان بتبقى موجوده عندي في بيسس اوف استيميتس لان انا اعتمدت عليها في الاستيميشن. انا عملت اسامبشن ان انتاجيه العامل في النيومتر, فخلاص ده بقى بالنسبه لي اسامبشن اتحط في الاسامبشن, وفي نفس الوقت بيسس اوف استيميتس لان انا بناء عليها عملت استيميشن لعدد العمال وعملت استيميشن لحاجات تانية كتير. طيب الريسورس بريك داون ستراكشر زي ما انتم شايفين بيبقى حاجه زي كده, باجي اقول بروجكت ريسورس. خلي بالك ان البروجكت سوري ان الريسورس بريك داون ستراكشر مش هو دبليو بي اس, او مش هو دبليو بي اس بس محطوط على الريسورسز, لا ده مختلف. ليه؟ لان انت هنا بتقسم الريسورسز بعد ما تكون جمعتها اصلا من خلال الدبليو بي اس لمجموعه من الحاجات المتشابهه. انت في البيبل هتلاقي البيبل بتاع ديليفربل واحد, وبيبل بتاع ديليفربل 2, وبيبل بتاع دبليو بي اس برانش واحد, وبيبل بتاع دبليو بي اس برانش 2, وهكذا. لكن انت هنا هتلاقي كل البيبل, وهنا كل الاكويبمنت, وهنا كل الماتيريالز. تحت البيبل هتلاقي هنا البروجكت مانجمنت والسيلز والتكنيكال, تحت التكنيكال هتلاقي الديفلوبمنت والقصات, وهكذا. ده الريسورس بريك داون ستراكشر. طيب اكواير ريسورسز دي ثاني, لا دي ثالث بروسيس بعد البروسيسز اللي فاتت. احنا قلنا ايه؟ بلان ريسورسز مانجمنت, وبعدين رحنا قايلين استيميت اكتيفيتي ريسورسز, يعني قول انت عايز ايه. دلوقتي بنقول هات بقى الريسورس, تعالى يا سيدي يلا هات الريسورس. كنا بنخطط لاداره ثاني بروسيس, كنا بنقول عايزين ايه اصلا. ثالث بروسيس يلا بقى نجيب اللي كنا قلنا عليه في الاستيميت اكتيفيتي ريسورسز. تمام. Acquire resources is the process of obtaining team members. بن obtain a team member, وبن obtain a facility, وبن obtain equipment, materials, supplies, and the other resources necessary to complete project work. تمام. The key benefit of this process is that it outlines and guides the selection of resources and assigns them to their respective activities. تمام. الهدف الأساسي من البروسيس دي إن إحنا نجيب الناس ونسلكت الريسورسز ونسكنهم في الاكتيفيتيز بتاعتهم, يعني نجيب الناس ونبتدي نحط كل واحد في المكان بتاعه.
This process is performed periodically throughout the project, can be internal or external. Internal resources are acquired, assigned from function or resource manager. بتروح تاخد بقى من المكتب مش عارف التخطيط واحد وتاخد من هنا واحد ومن حسابات واحد ومن المخازن وهكذا. External resources are acquired through the procurement process. من خلال ال procurement process من خلال شركة توظيف تجيب لك ناس. بيجي هنا عندي بقى physical resources assigned و project team assigned. تمام؟ يعني انت هنا بتطلع بقيمة من ال physical resources assigned للجوبات او للactivities بتاعتهم وقيمة بالبني ادمين او بالبشر او بالناس اللي انت جبتها بالفعل assigned للايه؟ للactivities او للjobs بتاعتهم. وبتطلع كمان بحاجة اسمها resource calendar. resource calendar دي بتبقى كالندر خاصة بكل ريسورس بتقول هو available امتى ومش available ممكن استفاد منه امتى. ولو مثلا الريسورس ده بني ادم فهو فترات الراحة بتاعته او الويك اند بتاعه ايه وفترات الشغل بتاعته ايه. فدي بتكون كالندر خاصة بكل ريسورس. طيب وتشينج ريكوستس لو في اي حاجة تطلبت التشينج وبتعمل ابديت في البروجكت مانجمنت بلان وبتعمل ابديت في البروجكت دوكيومنتس وبتعمل ابديت في حاجه مهمه قوي جديده عندنا تعمل ابديت للاي اف وابديت للاو بي اي. طبعا انت هنا بتضرب تقريبا او اللي انت بتعمله في البروسيس دي بيؤثر على الحاجات دي كلها بيؤثر على الحاجات اللي هي كانت انت بتتاثر بيها اصلا. فانت دلوقتي انت واخدها معاك في الانبوتس اهي بتتاثر بيها وبتاثر فيها كمان في اخر البروسيس دي. طيب عندي ايه في الانبوتس؟ عندي project management plan وعندي project documents و EF و OBE. طيب عندي هنا ايه؟ عندي decision making multi criteria decision analysis وعندي interpersonal and team skills اللي فيها negotiation و pre-assignment. pre-assignment by the way يا جماعة ان انت تبقى داخل المشروع ومدين لك حد مسبقا ان انت تشغله معك. دي احيانا بتحصل او غالبا بتحصل يعني بتحصل خلاص يعني مش هنقول ان هي بتحصل كتير هي بتحصل كتير صراحة ان انت بتبقى داخل المشروع فبتاخد ناس معك يعني بيقولك خد ده معك تمام. فبري اساينمنت اللي هم الناس اللي اساين للبروجكت قبل ما تقوم انت بالبروسس دي لأي سبب من الاسباب يعني. طيب فيرتشوال تيمز اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم الناس اللي مش قاعدين مع بعضهم في مكان واحد دول بنسميهم فيرتشوال تيمز. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه المالتي كرايتيريا ديسيجن اناليسيس. ان حضرتك مثلا لما تيجي تختار حد في التيم تيم ممبر فبتسلكت بناء على مش بارامتر واحد او كرايتيريون واحد انت بتسلكت بناء على مالتي كرايتيريا زي ايه؟ زي الافيلابيليتي الابيليتي سيلز اتيتود انترناشونال فاكتورز. انت عايز ناس عندها نولج معين عايز ناس عندها اكسبيرينس معينه فدي بتبقى مالتي كرايتيريا. فلما بتيجي تاخد الديسيجن بتاخده بناء على المالتي كرايتيريا دي فيما يخص التيم ممبر ده تمام. الاوتبوتس عندي ايه بقى؟ قال لك فيزيكال ريسورسز اساينمنت اللي هي الديشن ايكوز ذا ماتيريال اكويبمنت سبلايز لوكيشن اند اذر فيزيكال ريسورسز ذات ويل بي يوزد ديورينج ذا بروجكت. Project team assignment documentation records the team member and their roles and responsibilities of the project. Resource calendar, unlike a resource calendar that identifies the working days, shifts, the start and the end of normal business hours, weekends, and public holidays when each specific resource is available. بتحدد لك كل الحاجات دي لكل ايه specific resource. A resource calendar also specify when and for how long identify team and the physical resources will be available during the project. يعني امتى هتبقى متاحة خلال المشروع ده؟ ممكن تكون دي معدة بتستخدم في كذا مشروع فانت بتروح تشوف الريسورس كالندر بتاعت المعدة دي عشان بناء عليها تقدر تخطط وجودها في المشروع بتاعك هيبقى امتى بناء على الافيلابيليتي اللي موجودة في الريسورس كالندر. او ان حضرتك اصلا انت اللي عندك الريسورس ده وبتعمل له كالندر عشان تقول ايه الاوقات اللي هتبقى فاضيه فيه عشان الاذر بروجكتس لو حبت تستخدمها ييجوا يبصوا على الريسورس كالندر اللي حضرتك عامله ويبتدوا يستخدموه.
But this information may be at the activity or project level. يعني ممكن تكون على مستوى الactivity أو على مستوى الproject. This includes consideration for attributes such as resource experience and or skill level as well as various geographical location. يعني ممكن تبتدي تحط بقى الريسورس ده موجود اصلا بانهي مستوى خبره. يعني مثلا ممكن يكون عندك عامل غير عامل ما عندوش اي مهاره تمام، وفي عامل تاني عنده مهاره معينه، وفي عامل تالت مش عارف ايه، فده برضو بيبقى موجود في الريسورس كالندر اللي هو عنصر الخبره عنصر المهاره الجيوغرافيكال لوكيشن ده متاح فين بالظبط. ندخل على ديفلوب تيم. ديفلوب تيم بقى دي البروسيس يا جماعه اللي انا ببتدي احول فيها الناس بتوعي من مجرد في مجموعه عمل او من مجرد ناس بتشتغل مع بعضها لناس بتادي مع بعضها كتيم. الفرق ما بين ان احنا بنادي مع بعض كتيم ان احنا بنادي كشخص واحد زي بالظبط فريق كره القدم. انت النهارده لو جبت كل واحد، مش احيانا بتجيب ناس كل واحد نجم في منطقته، بس لما تيجي تدخلهم مع بعض لان مفيش تيم بيلدينج كويس او تيم ديفلوبمنت كويسه فما بتاخدش منهم ريزلت. زي مثلا بعض الفرق الرياضيه الكبيره اللي ما قدرتش تحقق نتائج كويسه برغم من وجود نجوم كتيره جواها، ده نتيجه ايه؟ ان كل واحد لوحده نجم بس مش عارفين نجيب الحته بتاعه التيم، مش قادرين نديفلوب الناس دي مع بعضها انها تتصرف كتيم او كشخص واحد بيأدي كأن مثلا ما بين اداء 11 لاعب كفريق وما بين مجموع اداء كل واحد لوحده. وبالتالي انا هنا في البروسيس دي حابب اعمل ايه؟ حابب افورم او امبروف الكومبتنسز بتاعت التيم وامبروف كمان الانتراكشن وامبروف الاوفر اول تيم انفايرمنت تو انهانس بروجكت بيرفورمانس. انا هنا مش لسه الفرقه ما تشكلتش، لا هي الفرقه تشكلت بس التناغم بينهم هو اللي لسه ما تشكلش. التناغم بينهم هو اللي لسه ما تشكلش. The key benefit of this process is that results in improved teamwork. اللي بالك teamwork هنا هو عمل الفريق اللي احنا عايزين نوصل له، تمام؟ عمل الفريق اللي احنا عايزين نوصل له. في ناس كتيره بتترجم دايما فريق العمل على انها تيم ورك، لكن فريق العمل ترجمتها الصحيحه ورك تيم، تمام؟ لكن تيم ورك هو عمل الفريق. فكون ان حضرتك تبقى عايز تمبروف التيم ورك فانت عايز تمبروف عمل الفريق. To enhance interpersonal skills and the competences, to motivate employees, reduce the attrition, and improve the overall project performance. Reduce the attrition اللي هو الناس اللي بتسيب الشغل أو turnover أو الناس تسيب الفريق. The process دي is performed throughout the project. Team development requires the skills to identify. محتاج تكون عندك مهارات. أول حاجة identify. To build, to maintain, to motivate, to lead, to inspire the project team. To achieve high team performance and to meet the project objectives. يعني انت كراجل دلوقتي مسؤول عن التيم، انت كتيم ليدر او كبروجكت مانجر او كبروجكت ليدر، المفروض يكون عندك ايه؟ المفروض يكون عندك مهارات انك to identify, build, to maintain, to motivate, to lead, to inspire the project team. تمام؟ طيب and to meet the project objective. ده كله ليه؟ عشان to meet the project objective. High team performance can be achieved by employing this behavior. تمام؟ ازاي بقى نعمل ده؟ فقال لك ازاي تحقق التيم performance او توصل لهاي تيم performance؟ قال لك عن طريق الحاجات دي. اول حاجه use open and effective communication. يعني دايما خلي في تواصل مفتوح وفعال بين فريق العمل وبعض. Create team building opportunities. حاول توجد فرص للتيم بيلدينج اللي هي فكره ان احنا ممكن مثلا نقعد نفطر مع بعض، ممكن نطلع نروح نعمل سوشيال اكتيفيتي مع بعض، ممكن يعني يبقى في نوع من انواع ان الناس تاكت مع بعضها كتيم. طيب ديفلوبينج تراست امونج تيم ممبرز، يعني دايما شجع ان يبقى في ثقه، في ثقه في الكلام اللي بيتقال، في ثقه في تصرفات كل واحد من الفريق،
في ثقة منهم ليك ان هم بيثقوا فيك لما بتقول حاجة بتعملها، لما بتحصل حاجة تتحمل المسؤولية، فيبقى في trust موجود ما بين الناس وبعضها. Managing conflicts in a constructive manner، يعني تبتدي تمانج الصراعات او الخلافات اللي بتحصل بشكل بناء بين الناس. ما تبقاش هدفك انك تحط على واحد او انك تضايق واحد او ان انت تنصر واحد على واحد وهكذا، لا، حاول تدير الكونفليكس بشكل كونستراكت، بشكل بناء. وهنشوف مع بعض شويه الكونفليكس مانجمنت هنعمل فيها ايه. تشجع كمان الكولابريتيف بروبلم سولفينج والكولابريتيف ديسيجن ميكينج، تشجع فكره اتخاذ القرار بشكل تعاوني او جماعي، وتشجع كمان حل المشاكل بشكل جماعي. كل الحاجات دي بتساعد في بناء فرق العمل. طيب احنا بنطلع هنا بايه بقى؟ بنطلع بتيم بيرفورمانس اسسمنت اللي هي تقييمات اداء التيم. طيب هتقول لي هو ده اللي انا كنت عايز اعمله؟ هقول لك لا، بس هي دي الحاجه اللي من خلالها هتقدر تقيس قدرتك او مدى نجاحك في ديفلوبينج ذا تيم. تاني هو انت ده الاوتبوت بتاعك، يعني ده المخرجات بتاعت البروسيس دي. مخرجات البروسيس دي في الاخر اسمها امبروفد بيرفورمانس. طيب انت عشان تعرف ان البرفورمانس ده امبروفد محتاج تعمل له ايه؟ تعمل له اسسمنت. فالمخرجات بتاعتك هتبقى قياس او تقييم اداء فريق. طيب تشينج ريزلتس، بروجكت مانجمنت بلان ابديتس، سوري تشينج ريكويست، ريكويست اللي هي لو في اي مانجمنت بلان، وهنعمل ابديت في الدوكيومنتس، وهنعمل ابديت كمان في الاي اف والاو بي اي زي البروسيس اللي قبلها. خلاص. طيب ايه اللي عندنا في الانبوتس؟ اللي عندنا في الانبوتس الحاجات الطبيعيه، البروجكت مانجمنت بلان والبروجكت دوكيومنتس، واللي بيشخبط يبطل شخبطه، تمام، واي اف او بي اي. يا سيدي الفاضل طب بص، ما تحاولش تمسحهم، انا عارف انك بتحاول تمسحهم، ما تحاولش تمسحهم، ما تحاولش عشان خاطري طب انا هشتغل ازاي كده؟ طيب بودي روما، يا استاذ بودي، يعني مش عارف هل انت سايب الموبايل مع حد يا بودي؟ طيب يا ريت الادمن بس يوقف الموضوع ده يا جماعه. في حد من الادمنز موجودين؟ كان بس وقفت خلاص. ماشي يا ريس، عايزين نمسح اللي حصل. طيب نمسحه ازاي؟ نمسح. تمام. عندنا ايه بقى في التولز؟ عندنا كولوكيشن، عندنا فيرتشوال تيمز، عندنا كوميونيكيشن تكنولوجي، عندنا انتربيرسونال اند تيم سكيلز، وفي كونفليكت مانجمنت، انفلوينسينج، موتيفيتنج، نيجوشيشن، تيم بيلدينج، وعندنا كمان ريكوجنيشن اند ريوردز، وتريننج، وانديفيدوال اند تيم اسسمنت، وميتنج. طيب كولوكيشن فكره ان تجمع كولوكيشن، عكس فكره الفيرتشوال تيمز يا جماعه، ان انت يبقى عندك ناس في كذا مكان فتجمعهم في مكان واحد. يعني ان انت تستخدم تجميع الناس مع بعض، مثلا يعني انت شغال حد من قسم، انت شغال في بروجكت بيحتاج تسويق على مبيعات على سوفت وير ديفلوبمنت على شغل مش عارف كواليتي على ايه على ايه، وانت شغال مع الناس دي بس كل واحد قاعد من كل واحد منهم قاعد في الديبارتمنت بتاعه. لا طب ما انا ممكن اجمع التيم شغال في المشروع، طالما الناس دي ديديكيتد اجمعهم كلهم في مكان واحد. فدي فكره الكولوكيشن، ان انت تجمع ناس اصلا ديستريبيوتد في مكان واحد. فيرتشوال تيمز العكس بقى، ان انت اصلا يبقى عندك، مش طبعا انت مش بتوزعهم، بس انت يبقى عندك اكتر التيم بتاعك متوزع اصلا على كذا مكان، ومش موجودين كلهم مع بعض في مكان واحد. يعني هم مثلا من ضمن الحاجات، ان قبل فكره ان يبقى في شغل ريموتلي، وان يبقى فيه مثلا حاجه زي زوم وسلاك وتريلو وكل التولز اللي بتمكنك من الشغل على بعد، وان يبقى فيه انترنت يمكن الناس تشتغل على بعد، فالتيم اول ما اتعمل فكره يعني ايه تيم؟ ان الناس تبقى مع بعض، مفيش حاجه اسمها تيم ومش مع بعض. فلما بدا يبقى فيه تكنولوجي، وبدا يبقى فيه ابلكيشنز، وبدا يبقى فيه انترنت، وبدا يبقى فيه كوميونيكيشن، ف
فبدأ يظهر فكرة إن في ناس بتشتغل في نفس المشروع بس هما في different أو distant location. زي مثلا الحالة بتاعتي أنا، زي قلت لك إن أنا عامل معايا تيم في إندونيسيا وتيم هنا في مصر، تمام؟ ف virtual teams بيبقوا teams بيشتغلوا مع بعض في نفس البروجكت بس مش قاعدين مع بعض في مكان واحد. طيب communication technology اللي هي كل بقى التكنولوجيا بتاعت الاتصالات اللي حضرتك ممكن تعتمد عليها عشان تعزز فكرة التيم، انت personal team skills، عندنا كل السكيلز اللي عندنا، الحاجات دي هنشوفها دلوقتي مع بعض. طيب team building يا جماعة، تمام؟ team building is conducting activities that enhance the team's social relations and build a collaborative and cooperative work environment. يعني حضرتك من ضمن الحاجات مثلا انت لو جيت الصبح وبدأت تحط الناس كده في اكتيفيتي معينة مدتها مثلا 5 دقائق، زي ان احنا نقف نعمل تيم، نعمل ميتنج مع بعض، نعمل اي حاجة، فيبتدي يتكون ما بينهم، ده يقول كلمة، ده يرد عليه، ده يتفاعل مع حاجة، فيبتدي نكسر الحواجز اللي ما بين الناس. وبدل ما كل واحد بيدور ان هو يعمل شغله، فالناس هتبتدي تدور ان هي تنتجريت مع بعض عشان تعمل شغل يبقى توتال الشغل بتاعهم هو اللي صح، مش شغلي انا لوحدي اللي صح وشغلك لوحده صح. فهي دي فكره التيم بيلدينج. تيم بيلدينج اكتيفيتيز كان فاري فروم ا 5 مينيت اجندا ايتم ان ا ستاتس ريفيو ميتنج تو ان اوف سايت اوف بروفيشنال فاسيليتد ايفنت ديزاين تو امبروف انتربيرسونال ريليشن شيب. يعني ممكن تبقى مجرد 5 دقائق في الاجندة بتاعت الميتنج، احنا عندنا ميتنج مثلا ساعة، فالخمس دقايق ديت قررنا ان احنا نشتغلها او نعمل فيها تيم بيلدينج اكتيفيتي. تيم بيلدينج اكتيفيتي ان كل واحد مثلا يسأل التاني سؤال شخصي ونبتدي نشوف الدنيا ممكن تمشي ازاي. اي حاجة ممكن تكسر الحواجز ما بين الناس، او انها توصل لان يبقى عندنا السوشيال داي او اوتنج داي او عندنا يوم اجتماعي او رحله او الكلام ده كله. في الرحله بقى نبتدي نعمل مع بعض اكتيفيتيز بحيث ان احنا خلاص الناس دي تبقى ما عندهاش بينها وبين بعض لسه الحواجز بتاعت لا اعمل مش عارف ايه، لا ده فلان بيقول لي، لا ده فلان ما بيقوليش، لا ده كان يقصد كذا، الكلام ده كله بيروح. The objective of team building activity is to help individual team members work together and effectively. سيبتوني يا جماعه واحنا دخلنا في وقت البريك. طيب معلش، احنا هنا team building stages. طيب ناخد team building stages دي وناخد ايه، خلاص عشان نبقى خلصنا team building كلها. طيب team building stages يا جماعة، احنا عرفها واحد اسمه تكمن، ان هي بتبدأ بفورمينج وبعدين storming وبعدين norming وبعدين performing وبعدين adjourning. بيبقى فيه طبعا فكرة ان حد يوجد قافية او سجع كده عندنا في اللغة العربية بنقول عليها، يوجد قافية بين حاجات forming storming norming performing عشان تبقى حاجات كده ايه محفوظة او سهلة الحفظ. الفكرة في ايه؟ فكرة الفورمينج ان انا لسه بكون الناس والناس بتدي تعرف بعضيها. storming اللي هو بقى نبتدي ندخل مع بعض شوية ويحصل صدمات ودنيا من نورمينج، ان احنا نبتدي بقى نلغي الصدمات دي ونبتدي نفوكس على ان احنا نتعاون مع بعض ودنيا من دي. بيرفورمينج نبقى وصلنا لاقصى درجات واعلى درجات الاداء مع بعض والتكامل مع بعض. الجورنينج ان احنا خلاص خلصنا مهمتنا وبيبتدي يفضل الفريق، والفريق ده يبتدي ايه يروح يشوف شغل تاني او حاجه تانية يعملها، وبتنتهي طبعا بالاتشيفمنت والريكوجنيشن بعد كده. فهي دي فكره التيم بيلدينج، عايزين نسيبها لكم تقروها، تمام؟ هي المكرمة الروتين، ماشي؟ هناخد بقى الايه الحاجات دي بعد البريك ان شاء الله. بريك دلوقتي يا باشمهندس احمد، معانا نكمل اللي كنا بدأناه. احنا طبعا قلنا ان احد الاوتبوتس او اهم اوتبوت عندنا هنا، او يعني مش اهم اوتبوت، احنا قلنا ان احنا الهدف الاساسي من البروسيس دي ان احنا نخلي الناس تشتغل مع بعضها كتيم ونطلع بالتيم ورك. طبعا احنا لما هيحصل دوت هناخد بيرفورمانس عشان نقيس بقى ان احنا فعلا عملنا المطلوب او نشوف ايه اللي حصل في البروسيس دي. فلازم كان عندنا حاجه اسمها تيم بيرفورمانس اسسمنت اللي هو تقييم اداء الفريق. طيب تقييم اداء الفريق ده بقى ممكن يكون
يكون من خلال ايه، او ان الايفالويشن ده يحصل، او ان احنا نبقى مستنيين ايه او بندور على ايه. اول حاجه improvement in skills that allow individuals to perform assignments more effectively. ثاني حاجه improved in competences اللي هي الكفاءات that help team members perform better as a team. هنا احنا بنتكلم الانديفيدوالز نفسهم يأدوا كويس، وهنا بنتكلم عن ان التيم كمان يبتدي يأدي كويس كتيم. بيحصل كمان reduced staff turnover rate، ما بيمشيش من عندي ناس كتير. reduced staff turnover rate increased team cohesiveness، تمام، بيحصل تماسك اكتر ما بين فريق العمل، وبيبتدي يحصل sharing للinformation والexperience بشكل openly، وكل واحد بيساعد التاني، تمام؟ يعني دي indicators يا جماعة إن حصل فعلا team development. أول حاجة improvement in skills للindividuals، improvement in competences يبقى التيم كله أو الناس بتشتغل مع بعضها كتيم بشكل أفضل. turnover أو إن الناس تسيب الشغل أو الفريق أو المشروع معدل ده يقل. طبعا احنا بنتكلم عن فرق كبيرة، ممكن 50 100 200، طبعا حتى لو فرق صغيره برضو لما يمشي واحد غير لما يمشي ثلاثة او أربعة. طيب كمان ايه زي ما قلت لك increase team cohesiveness، ان احنا يبتدي يزيد التماسك ما بين اعضاء الفريق، ويبقى بيشيروا مع بعض الانفورميشن والاكسبيرينس وبيساعدوا بعض بشكل مفتوح، ده بي امبروف الاوفر اول. طيب وكريزلت بقى لكل الحاجات دي، ان احنا بنعمل assessment للنقط دي كلها. يعني احنا كنا بنشوف هل في improvement حصلت في السكيلز، وايه قد ايه الامبروفمنت، تمام؟ هل في improvement حصلت في الكومبتنسز، هل في improved هل التيرن اوفر ريت قل، هل التيم كوهيسيفنس زاد. طيب لو الحاجات دي ما زادتش بالشكل المطلوب، او يعني ما زادتش خالص، ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها عشان ازود الحاجات دي او احسنها؟ طيب عشان كريزلت بقى للتقييم ده، انا كمدير مشروع او كاداره مشروع بايدنتيفاي سبيسيفيك تريننج كوتشنج منتورنج اسيستنس اور تشينجز ريكوايرد تو امبروف ذا تيمز بيرفورمانس. ممكن حضرتك كمدير مشروع تبتدي تشوف والله السبب في حاجه زي كده ان فلان بيشتغل مع فلان وفلانه بتشتغل مع فلان، فاحنا لو غيرنا تشكيل الفريق ده ممكن الموضوع يتغير. طيب او ان لا فلانه دي بتعمل حاجه معينه بتسبب فيه مشكله مع فريق العمل، او بتدي نيجاتيف انرجي، او يعني كثيره الشكوى، فانا هجيبها واعمل لها كوتشينج. طيب لا فلان الفلاني دوت بيعمل شغل مش طريقه صح، فانا هجيبه واعمل له منتورنج، تمام؟ او ان الفريق والله عنده مشكله كله في الكوميونيكيشن، فانا هجيبه واعمل له مثلا تريننج. فانت في النهايه بتايدنتيفاي السبيسيفيك تريننج كوتشنج منتورنج اسيستنس اور تشينجز ريكوايرد تو امبروف ذا تيمز بيرفورمانس اكوردنج لايه، اكوردنج للاسسمنت اللي انت عملتها، تمام. طيب ندخل على البروسيس اللي بعد كده اللي هي مانج تيم. مانج تيم از ا بروسيس اوف تراكينج. بص يا جماعه في البروسيس دي انت تقدر تقول انت ما بتعملش حاجه وانت بتعمل برضو كل حاجه. يعني ايه؟ طب انت من شويه قلت لي اكواير تيم، ماشي، وبعدين قلت لي او اكواير ريسورسز اللي كان من ضمنهم تيم، وقلت لي بعد شويه كمان ديفلوب تيم. طب ايه مانج تيم دي بقى؟ ما هو في مانج تيم انت بقى انت المره اللي فاتت كنت بتديفلوب التيم، بتكون التيم، بتحاول توجد روح الفريق مع ناس، تمام؟ انت هنا بتبتدي تمانج اي ايشو تظهر، وتبتدي تتابع البيرفورمانس بتاع كل تيم ممبر لوحده، وتبتدي تدي فيدباك، تعمل تريزولف ايشو، تمانج التشينج اللي بيحصل لو في حد مشي تجيب غيره وهكذا. The key benefit of this is that it influences team behavior, managing conflicts and resolve issues. تمام؟ وبيرفورم throughout the project. طيب نيجي نتكلم عن الكونفليكتس، لان دي حته مهمه جدا وبيجي فيها اسئله بالمناسبه في الامتحان. يعني conflicts provide an opportunity for the project to improve. ازاي الخلافات اللي ممكن تحصل بين فريق العمل تكون السبب او تكون بتشكل فرصه للمشروع انه يتحسن؟ هقول لك دلوقتي ازاي. مبدئيا مفيش مشروع ما فيهوش كونفليكت، يعني مفيش مشروع مش هيحصل بيه في اختلاف في وجهات النظر ما بين الناس،
A conflict is unavoidable to happen due to interaction. طالما في interaction بين الناس هيكون في دايما conflict. طب وكان بي beneficial أو كان بي beneficial. Solve it by identifying causes. نحله ازاي؟ عن طريق ان احنا نعرف السبب. And the problem solved by mean by involved people and their immediate manager. عن طريق اطراف الخلاف ومديرهم المباشر. الافضل حد يحل المشكلة هم اطراف الخلاف ومديرهم المباشر. طيب project manager must be proactive. لازم يكون حد استباقي, ما يستناش ان conflicts تحصل وبعدين يبتدي يعالج اثرها. لا, هو بيحاول انه ما يخليش conflicts تحصل. طيب ازاي ما نخليش conflicts تحصل؟ اول بس احنا شايفين الشكل اللي قدامنا ده, هو ده بيمثل conflicts, او بنسبة كبيرة بتكون conflicts بسبب ناس منشفة دماغها, ناس منشفة دماغها. تمام, اللي هم الهارد هيدد بيبل. الهارد هيدد بيبل زي ما احنا شايفين التو دونكيز دول, كل واحد منهم عايز يروح ياكل الاكل بتاعه, بس الاثنين مربوطين بايه؟ بحبل. الحبل ده بتبقى هي الروابط اللي ما بين الاكتيفيتيز في المشروع, لان الاكتيفيتي بتاعتي مرتبطه باكتيفيتي عند حد تاني. فكره ان انا ابقى عايز انتصر او عايز اعمل اكتيفيتي بتاعتي انا صح على حساب حد تاني, او انا عامل صح ومليش دعوه الباقيين يبقوا غلط ولا لا, هو ده الاكشولي بيحصل. ده مصر على وجهه نظره وده مصر على وجهه نظره. الاثنين ما طالوش حاجه, في حين ان الاثنين لو كانوا كل واحد منهم وافق على وجهه نظر الاولاني وافق على وجهه نظر الثاني, كانوا الاثنين حصل عندهم وين وين, بدل ما هم الاثنين في المرحله دي كده ايه لوز لوز. لا, الاثنين هنا بقوا ايه وين وين. تمام. Common causes of conflicts, يعني ايه الحاجات اللي ممكن تسبب الكونفليكس. تمام, الاسكادول. انا الحاجه دي انت يعني مثلا ادارتين عايزين الاي تي سبيشالست في نفس الوقت, طب ما هو كده هيبقى في مشكله. طب لا, هما كل اداره شايفه ان هي الاولى وان هي المفروض يروح لها الاول لان شغلها بيتبني عليه شغل تاني ومش عارف ايه. بروجكت برايورتيز اللي هي فكره الاولويات, مين يتعمل الاول. ريسورسز, الموارد زي ما احنا كنا بنتكلم. Technical opinions, admin procedure, cost, personality. وحطيت لك personality باللون الأحمر ليه؟ لأن معظم الconflicts أصلاً بتيجي من personality, بتيجي من الشخصية, بتيجي من إن أنا مش عارف أتعامل معاك أو أنت مش عارف تتعامل معايا. في حين إن لو جيت بصيت على اللي أنا بطلبه منك أو اللي أنت بتطلبه مني, الشغل نفسه ينفع يتم بدون أي conflict. بس عشان أنا أول أنت ما جيت الشغل وأنا موجود بقالي 5 سنين, فانا ما ينفعش انت تكلمني كده, لا ده انت لازم تقف وتديني تعظيم سلام. والتاني يقول له لا ده انت انا ما تعرفش انا جاي انا ماجر انت لسه حتى موظف انت. وتبص تلاقي بقى ايه البيرسوناليتي هي السبب في معظم الكونفليكتس اللي بتحصل بين الناس. تمام. طيب لما نيجي نبص هنا على مانج تيم هنلاقي ان مفيش اوتبوت معين انت هتطلع بيه. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك انت تكاد تكون ما بتعملش حاجه, انت بس لما بيظهر هنا مشكله بتحلها. تمام. طيب في عندك هنا تشينج ريكويست لو تطلب الامر التغيير, وبروجكت مانجمنت بلان ابديت, بروجكت دوكيمنت ابديت, واي اي اف ابديت. وهنا في الانبوتس ار بروجكت مانجمنت بلان دوكيمنتس وورك بيرفورمانس ريبورتس. خلي بالك دايما بنشوف هنا ايه ورك بيرفورمانس داتا عشان نروح نلاقيها هناك ايه في الاوتبوتس ورك بيرفورمانس information. لكن احنا هنا عندنا work performance reports ليه؟ لان انا مستني بقى تقارير الاداء بتاعة الناس عشان من خلالها اعرف ايه المشاكل اللي عندي وعالجها. عشان اقول لك لما اي issue هنا تظهر حضرتك تعملها resolving, فحضرتك هتبتدي تشوف performance هل في delay مثلا في حتة معينة وهكذا. team performance assessments اللي انت كنت واخدها من ال develop team, ال output بتاع develop team. وEF و OBE. طيب ايه عندي هنا؟ Interpersonal and Team Skills. فيها ايه يا سيدي؟ فيها Conflicts Management, Decision Making, Emotional Intelligence, Influencing, Leadership. Emotional Intelligence شرحناها من شوية, وهنشرح دلوقتي Influencing والLeadership, وDecision Making قلناها قبل كده وهنقولها تاني, وConflict Management برضو هنقولها دلوقتي, وProject Management Information System. طيب في Conflicts Management عشان تقلل اصلا الكونفليكس, مش عشان تحلها, عشان ما تخليش كونفليكس كتيره تحصل. في فرق ما بين انك لما تظهر لك كونفليكت تحله
او انك تقلل الكونفليكتس اللي تظهر اصلا. عشان تقلل الكونفليكتس اللي تظهر تعمل ايه؟ حط جراوند رولز، حط جروب نورمز، حط سوليد بروجكت مانجمنت براكتسز. يعني من الاول يا جماعه لما نيجي نتواصل في اي حاجه فيها دوكيمنت او فيها داتا لازم نستخدم الايميل. ما ينفعش في الشات تبعت لي دوكيمنت مثلا مكونه تقريب مكون من 5-6 صفحات، لا ده تبعته على الايميل. لكن ينفع تبعت لي على الشات وتقول لي حاجه الفلانيه حصلت ولا لا، او اقول لك تمام. مثلا احنا بنحط شويه حاجات زي كده، ينفع ان احنا نحط نقول لما نيجي نتصل، لما نيجي نتواصل صوتيا هنتواصل من خلال كذا، لما نيجي نتواصل في رسائل سريعه او شات هيبقى كذا، لما نيجي نتواصل في حاجه ثانيه اوفيشال او حاجه فورمال هنستخدم الايميل وهكذا. لما نيجي كمان نعمل ميتنج لازم نقول قبلها بقد كده، ولازم نبعت ميتنج اجنده، لما تيجي تطلب فلوس لازم تعمل الفورم الفلاني. دي كلها تعتبر جراوند رولز وحاجات زي كده. Successful conflict management results in greater productivity. كل بقى انت حضرتك لما بتعمل conflict management بشكل successful ده بيديك greater productivity. حضرتك لو قدرت تدير الconflicts بشكل كويس بيديك greater productivity، وكمان هيديك positive work relationships. الناس هتبقى بتعمل مع بعضها بشكل ايجابي لان ما عندهاش نفوسها مش شايله من بعض نتيجة خلافات كتيرة حصلت ما بينهم. تمام؟ قالت حاجة when managed properly differences of opinion can lead to increased creativity and better decision making. لما بتدير الكونفليكتس بشكل properly الاختلاف بقى في الاراء ده ممكن ساعتك تستخدمه في صالح المشروع وعن طريقه توصل لديسيجن افضل من اللي كنت ممكن تاخده، نتيجه ان حد بيلفت نظر الثاني النقطه او حد بيشوف وجهة نظر معينة ما حدش التاني شايفها، فبتبتدي تجمع وجهتين النظر دول فبتقول طب ايه المانع ان احنا نستفيد من الاثنين مع بعض. تمام؟ طيب conflicts في لما تيجي تريزولف الكونفليكت الرول اوف ثمب بالنسبه لك انها تكون ريزولفد باي ذوز انفولفد ان ذا كونفليكت، اطراف الخلاف، افضل ناس تحل الخلاف هم اطراف الخلاف. بي ام شود تراي تو سولف ذا بروبلم if she or he has the authority. يعني مدير المشروع يحل المشكله لو كان ليه authority، يعني لو كان ليه صلاحيه على الناس دول، لو كان هو الاميديت مانجر بتاعه. بس افرض انت في حد عندك من البروجكت تيم عنده خلاف مع حد تاني من اداره مش تحت ادارتك، فانت هنا ما هيكونش عندك الاوثوريتي اوفر الراجل التاني عشان تحل المشكله، فساعتها بتطلب السينيور مانجمنت. قال لك if not PM may call in senior management. Exception is with ethics and breaking the law. طيب الاكسبشن اللي ممكن يخليك كمدير مشروع تتصرف على طول وما تستناش حتى السينيور مانجمنت انه يحصل ethics breaking ethical violation او breaking the law. تمام؟ حد يعمل حاجه غير قانونيه او حاجه غير اخلاقيه. PM must fly over the head of the person in conflict. المدير المشروع يضرب فوق دماغ الشخص اللي ايه اللي بعمل الكونفليكت ساعتها لو كان الشخص ده عمل حاجة unethical أو against the law. تمام؟ طيب دايما لما يبقى فيه بقى في الامتحان لما يجي لك situational question اسأل نفسك who has direct authority over the situation. يعني مين اللي ليه صلاحية في الموضوع ده؟ ده لسه قايله لك فوق اهو، مين اللي صلاحية؟ فيقوم حطك كده في حوار ويقوم واخدك ويقول لك والله احنا كان عندنا مش عارف ايه وايه 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 وفلان الفلاني من إدارة كذا عمل مش عارف إيه، وإنت مطلوب منك دلوقتي تحل تعمل كذا ولا تعمل كذا ولا تعمل كذا تعمل كذا. دايما حط في اعتبارك أول حاجة مين اللي direct authority على الموضوع، تاني حاجة مين اللي هيخلي باله من مصلحة العميل أو فين مصلحة العميل في الموضوع. تمام؟ يعني النهاردة وإنت قاعد بتشوف المشكلة وبتحل المشكلة حط دايما في اعتبارك ان المشكله دي تراعي مش مصلحه فلان ولا فلان قد ما تراعي مصلحه العميل. يعني حل المشكله بحيث انها تنتصر لمصلحه العميل او السبونسر في الحاله بتاعتها. تمام؟ طيب زي ما احنا شايفين في 5 استراتيجيز لمانجينج كونفليكتس. الفايف استراتيجي دي بتتراوح في الكوبريتيفنس والاسيرتيفنس بتاعتها من ان اسيرتيف لاسيرتيف ومن ان كوبريتيف لكوبريتيف. تمام؟ طيب نبدأ بأفويدنج. أفويدنج ده يعني حضرتك تنسحب أو ما تعملش حاجة أو تسيب المشكلة كما لو كانت هتحل نفسها. ويعني حدث ولا حرج، عندنا مديرين من النوع ده كتير اللي هو ما بيتدخلش أو ما بيعملش أو الكلام ده كله.
خلاص كومبيتنج ان انت تنتصر لوجهة نظر احدهم على حساب الاخر، ان انت تقول فلان الفلاني صح وكلامه يمشي تمام. فطبعا هنا بيقول لك هنا ان اسيرتيف يعني غير حاسم، ومفيش اي حاسم في حاله الافويدنج، على العكس تماما في الكومبيتنج انت هنا حاسم جدا تمام. الكومبرومايسنج، كومبرومايسنج اللي هو وجود حل وسط، انك تعمل تسويه او حل وسط ما بين الاثنين. طب ما تسيب انت حته ويسيب هو حته ونعمل كذا، بدل انت ما كنت يا عم تاخد الاي تي سبيشالست على طول 3 ايام وهو ما كانش هياخده غير بعد 3 ايام، ايه رايك يجي عندك يوم وعنده يوم تمام. طيب نيجي لل accommodating will collaborating تمام. accommodating هو ان حضرتك تقعد تقول والله ده انتوا كويسين مع بعض، اول ما فلان الفلاني ده جه ده فلان ده فرح بيه قوي. انت هنا ما بتقدمش solution ولا بتاخد decision قد ما بتحاول تعزز مناطق الاتفاق ما بينهم، او توجد ما بينهم حالة من حالات التقارب عشان يقدروا يحلوا مشكلتهم. انت هنا مش بت ايه مش بتحل حاجة فعليا، ولكن انت بتوجد تقارب ما بينهم عشان تحل الموضوع. هقول لفظ دلوقتي ممكن المصريين يفهموه وممكن مش كل العرب يعني صراحة يفهموه، بس هو حاجة تعبير معروف عندنا في مصر. عارف انت ده يقول لك مرهمه، مرهمه يعني ايه؟ يعني ابتدي اوجد كده حالة من حالات السلاسة في الموضوع عشان الامور تمشي تمام. فمرهمه جاي من المرهم يعني. طبعا الناس في التعليقات بتضحك. المهندس هيثم ضحك ساعة ما كنت بقول job description برضو ما لما بتستلموش يعني تمام. مطبطباتي مظبوط مظبوط، يعني مطبطباتي مسهلاتي ممرهماتي. لا مش لدرجة قاعدة عرب يعني، قاعدة عرب بقى يبقى احنا نعمل collaborating. collaborating دي بيعمل فيها قاعدة عرب، بس فكرة accommodating اللي هو ايه؟ ازاي يا عم والله ده الراجل ده كان مبسوط جدا اول ما انت تعينت معانا، وفلان دوت اول ما تعين قال والله انا سعيد جدا انا شغال مع المهندس محمود. وعارف انت اللي هو بتبتدي توجد حاله كده من حالات الحب، حطيت لك قلب اهو تمام. مهم يعني يجوز الكذب في هذه الحاله. يجوز يجوز يا باشمهندس. عممه لبسه العم برضه. لا بص عممه دي فيها نصب شويه، وانا هنا ما بتكلمش عن النصب يا جماعه، انا بتكلم عن ايجاد حاله من حالات القبول و يعني حل الخلافات الشخصيه بالظبط. بحاول اجمع الناس. طيب نيجي للكولابريتنج. كولابريتنج بقى هنا انت بتبتدي تمسك الكلام، تاخد وجهه نظر ده وجهه نظر ده، وتقعد بشكل علمي تشوف ايه هو المصلحه الحقيقيه المفروض تحصل وتنفذها، بغض النظر بقى دي وجهه نظر مين. ان شاء الله تطلع بوجهه نظر ثالثه، لا بتاعه ده ولا بتاعه ده. في النهاية حضرتك هتقعد كولابريتنج، كلنا نتجمع، انت عايز انت عايز ايه؟ طب هو المشروع بيقول ايه؟ المشروع بيقول كذا 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 كذا. طب والمشكلة عند العميل ايه؟ كذا. طب احنا لو عملنا كذا وكذا وكذا هنوصل لكذا. ممكن تطلع بيه ده يبقى مش اصلا احد الايه وجهات النظر بتاعته. طبعا زي ما احنا شايفين كوبريتيف وان كوبريتيف. في الحالة بتاعت الافويندنج وحالة الكومبيتنج مفيش اي كوبريشن، بس في حالة الاكوميديتنج وفي حالة الكولابريتنج يعتبر اعلى درجات الكوبريشن تمام. فهي دي الميثودز اوف مانجينج كونفليكتس. دي طبعا شرح الايه الحاجات اللي قلناها من شوية. الديسيجن ميكنج عشان تبقى يعني تاخد قرارات بشكل كويس اتبع الخطوات دي. ايه هي الخطوات؟ فوكس اون جولز تو بي سيرفد. ايه هي الهدف من القرار؟ يعني خلي دايما الهدف عندك عشان ما تشزش وانت بتاخد القرار تلاقي نفسك بتعمل حاجه تانية لمصلحه تانية خالص. خلي دايما الهدف قدامك. فولو ا ديسيجن ميكنج بروسيس. حاول تخلي دايما في نوع من انواع البروسيس انت ماشي عليها، انت بتمشي على بروسيس بتاخد بيها ديسيجن. يعني خليك بروجرام، جمع الداتا، اعمل مش عارف ايه، خد اراء الناس وهكذا. طيب study the environmental factors، ادرس العوامل المحيطة بالقرار ده. analyze available information، حلل كل المعلومات اللي موجودة عند حضرتك. stimulate team creativity، ابتدي خد رأي الناس وساعدهم ان هم يطلعوا بحلول إبداعية. account for risk، خد في حساباتك الريسك اللي موجود في الموضوع. طيب influencing، influencing او التأثير في الآخرين هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن سكيلز كده زي اللي هقولها لك دلوقتي.
ability to be persuasive. تمام؟ ان انت تكون شخص مقنع، ان انت تقدر تقنع الناس. فرقم واحد يعني مثلا انا النهارده لما بيجي ادرس لكم، لو انا ما عنديش قدره على الاقناع ما اعرفش اخليك تستقبل مني الحاجه دي وتطلع فاهمها وموافق عليها. ما هو انت لما اقول لك كلام عكس بعض ولا كلام مش ماشي مع بعضه، فانت في الحاله دي هتطلع مش فاهم، فانا لازم اكون بيرسويسيف معك. كليرلي articulating بوينتس اند بوزيشنز، بيقدر بسهوله يحدد النقط المطلوبه والبوزيشنز بتاعت الناس، ده مناوئ للموضوع ده ضد الموضوع، انت حضرتك محتاج ايه من الموضوع ده، مش انت ليك ان الحاجه الفلانيه تحصل اه وانت ليك كذا. فلما حضرتك بتبتدي تتكلم مع الناس باللغه دي وتحدد النقاط دي، ده بيكون ليك تاثير اكتر عليهم. High levels of active and effective listening skills، دايما الاشخاص المؤثرين والقادرين على التاثير في الاخرين لازم يكونوا بيسمعوا كويس، لازم يكونوا بينصتوا للناس. تمام؟ طيب awareness of and the consideration for the various perspectives in any situation، بيعرف يدرك مواقف الناس المختلفة من الموضوع. يعني مثلا السي او هيشوف الموضوع ده ازاي، طب الموظفين عندي لما هاخد القرار ده هيفتكروا ايه، طب الإدارة المالية لو انا ما ببعتش الريبورت ده في الوقت دوت ممكن يفهموا ازاي. بيقدر يكون عنده awareness of consideration لل various perspectives of كل situation، gathering relevant information to address issues and reach agreements while maintaining mutual trust. يعني بيجمع المعلومات وبيأدرس الإيشوز وبيريتش أجريمنت مع الناس وهو محافظ على الثقة المتبادلة. بيقدر يحافظ على الثقة، انتوا صدقيني اه انتوا شايفين كذا، اقدر اعمل لكم كذا، اه طب ايه رأيكم نعمل كذا، اه موافقين. اذن هو اثر هو في الناس influencing others. طيب نيجي في الليدرشيب بقى يا جماعة، اتكلمنا انتوا بالكم في الاول خالص عن موضوع الليدر والمانجر، وقلنا فكرة الليدر اللي هو بيأثر في البشر. فمانجينج بيقولك تعريف المانجينج هو producing results expected by stakeholders or management team in general، انك تجيب نتيجة تحقق نتيجة. leadership is about ايه بقى؟ establishing direction, aligning people, motivating and inspiring. يعني مبدئيا توجه الناس في انهي اتجاه، وaligning people ان انت تقدر تalign people، ثالث حاجة motivating and inspiring. تمام؟ تشجع الناس وتحفزهم ان هم aligning people، يعني توحدهم كلهم على الهدف بتاع المشروع بتاعك، تخليهم كلهم متوحدين في اتجاه الobjective بتاع المشروع. motivating and inspiring تلهمهم وتحفزهم على الموضوع. need to be demonstrated on all levels، على المستوى overall والtechnical والteam. تمام؟ في هنا مقولة مهمة لستيفن كوفي بيقول لك ايه؟ بيقول لك management is efficiency in climbing the ladder of success، اللي هو زي ما انت شايف قدامنا كده. فالإدارة هي الكفاءة في تسلق سلم النجاح، دي الإدارة. طب أمال إيه الليدرشيب؟ الليدرشيب هي اللي بتحدد السلم ده يرتكز على أي جدار، السلم ده يبقى محطوط على أي جدار. لأن أنا ممكن في النهاية لما أجي أحط السلم ده على جدار غير الجدار الصحيح لا أدرك النجاح لما أوصل في آخر السلم، التيم كله هيشتغل وبا 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 نوصل في الآخر ما نلاقيش ريزلت. فمين اللي حطينا الدايركشن من الأول؟ هو الليدر. فالليدرشيب is to direct الناس للاتجاه الصحيح والأوبجكتيف الصحيح. فلما تحط الناس على الأوبجكتيف الصح لما يبذلوا المجهود هيلاقوا النتيجة. دي مهمتك كليدر. طيب آخر حاجة control resources. control resources مهمتنا نطمن ان كل حاجة تمت بالشكل المطلوب زي ما بنعمل كل مرة في control process. فقال لك control process is a process of ensuring that the physical resources assigned and allocated to the project are available as planned, as well as monitoring and the planned versus actual utilization of resources and taking corrective actions as necessary. يعني تتأكد ان كل حاجة بتتم حسب المخطط وتاخد corrective action كل ما دعت الحاجة. Right. The key benefit of this process is ensuring that the assigned resources are available the project at the right time and in the right place and are released when no longer needed. أكد أن resources موجودة في الوقت الصح في المكان الصح ويتم تحريرها أو يتم إطلاقها لما ما يكونش فيه حاجة إليه. والprocess دي performed throughout the project. طيب عندي هنا هي عندي work performance information عشان يبقى عندي هنا برضو work performance data.
we change request, project management plan updates, we update الحاجات دي كلها, project documents update, ون update الحاجات دي كلها. عندي هنا project management plan, project documents, work performance data, وagreements. agreements دي اللي احنا بناخدها دايما احيانا كده في الاول, واخدينها هنا في البروسيس دي علشان لو في اي change حصل بتحتاج ترجع للagreement ده. انا مش عندك هنا change request, غالبا في changes ممكن تكون related بagreement. طيب organizational process assets, ايه التولز اللي موجوده عندي, alternatives analysis عارفينها, cost benefits analysis عارفينها, performance reviews اللي تقييم الاداء عارفين, trend analysis برضو قلنا عليها قبل كده, problem solving قلنا عليها قبل كده, interpersonal and team skills اللي هو فيه negotiation influencing قلنا influencing, والnegotiation هنتكلم عليه برضو في knowledge area تانية, بس negotiation يعني مش محتاج يتقال في حاجه انك عندك بس مهاره التفاوض يعني, وproject management information system. control resources يا جماعه بتتضمن الايه, بتتضمن monitoring resource expenditure تمام, identifying and dealing with resources shortage أو surplus, لو في أي نقص أو عجز في الموارد أو على العكس في وفرة أو زيادة عن اللازم في أي موارد, تتعامل مع الحاجات دي بشكل إيه لحظي, ensuring that the resources are used and released according to the plan and project need, يعني بتأكد من إن resources بتاعتك بتلتحق بالمشروع وبتسيب المشروع حسب البلان وحسب project needs, informing appropriate stakeholder if any issues arise with relevant resources, تبلغ الستيكهولدرز اذا كان في اي حاجه تتعلق بالريسورسز ولازم تتبلغ للستيكهولدرز, influencing the factors that can create resource utilization change, influencing the factors that can create utilization change تمام, تاثر على اي عوامل ممكن تغير في الريسورس utilization أو تعمل change يعني, managing the actual change as it occurs, أي change يحصل تمانجه في الوقت بتاعه, ودي problem solving skills, identify problem, define the problem, investigate اللي هو collecting data, analyze, find the root cause of the problem, solve it, choose the suitable solution from a variety of available ones, check the solution, determine if the problem has been fixed, and thank you. وأنا جاهز للأسئلة, تفضلوا. Self-organizing teams, how to control and evaluate or adapt due to it is like a country inside country. طيب سؤال جميل جدا من مهندس احمد فهمي, خلينا نجاوب عليه. هو ازاي تكنترول وتيفالويت اور ادابت للسيلف اورجانيزنج تيم. طيب السيلف اورجانيزنج تيم مش زي ما يبدو من اسمها ان هي كل واحد مع نفسه او هو بينظم نفسه بشكل بيرفكت او بشكل 100% يعني, ولكن القصه هنا قصه ايه, قصه ان هو بيقول لك ان الناس دي السنترلايزد كنترول اللي كنا بنشرحه وبنتكلم عنه في فكره البروجكت مانجر ما بقتش موجودة بنفس الكيفية, بقت موجودة بشكل أكثر هدوءا. يعني المميز قوي للتيمز اللي من النوع دوت إن بيكون كل واحد منهم في حد ذاته responsible عن شغل, بس مش لوحده كده مع نفسه, لأ في حد برضو بيorganize, بس مش هو الحد اللي تروح له وتاخد رأيه وتاخد موافقته في كل حاجة. ففي النهاية السيلف اورجانيزنج تيم مش سيلف اورجانيزنج بمعنى 100% سيلف اورجانيزنج, ولكن قليل من سنترلايزيشن مانجمنت وكنترول. طيب شكرا جدا للمهندس محمود زيدان, وشكرا للدكتور ابراهيم, الله يكرمك يا دكتور. وماذا لو كان المدير في الاساس منحاز الى شخص معين؟ يعني والله اعتقد في الحاله اللي زي دي هتبقى محتاج بس انك تكسبه, يعني حاول تشوف تكسبه, عرفتش تكسبه فخلص يعني شوف لك بيئة عمل تانية بقى. المهندس سعد التوفيق رفع ايده, اسأل على طول يا باشمهندس. يعني human resources include supervision staff and labor, تقصد فريق الاشراف بيبقى جو من جوه الهيومن ريسورس؟ اه حتى البروجكت مانجمنت تيم برضو جزء من الهيومن ريسورسز. the attendance form link ماشي, دي الاسئله اللي المهندس احمد سمير. طيب جزاك الله خير, شكرا 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 باشمهندس عادل, ربنا يخليك. شكرا مهندس هيثم مجدي, اول مره نشوف تحديث لي اف ونعرف انها مفروض علينا. بص يا هندسه, هي مش فكره مفروض عليك, هي مش مفروضه عليك, هي حاجه
تتميز بصعوبة تغييرها. هي حاجة بتتميز بصعوبة تغييرها مثلا مش زي الـ OBA خلاص، وبتتميز بان هي ممكن تبقى ذات تأثير ايجابي او سلبي، في حين الـ OBA بتبقى دايما تأثيرها ايجابي، لكن الـ EAF بتبقى hard to control خلاص. فالـ EAF هنا في الحالة بتاعتنا هنا، لان انت اصلا بتلعب في حاجات او بتشتغل في منطقة هي احد اهم مناطق الـ EAF، فبيقول لك يا سيدي روح اعمل لها ابديت، ده لو حصل ان في حاجه اتغيرت فيما يخص الاي اف. دايما يا جماعه الابديتس مش ملزمه، او مش معناها ان انا خلاص انا هغير الحاجه دي، لا، الابديت دايما اوبشنال. الابديت دايما اوبشنال، بيذكرك بيه، بيقول لك خلي بالك ممكن يبقى عندك هنا ابديت، روح بص عليه. بس المهندس عادل بيسال ازاي بيطلع اي اف، ازاي بيطلع من كذا حاجه، يعني ايه ازاي بيطلع من كذا حاجة؟ لا مش فاهم سؤالك قوي، يعني مش فاهم تقصد ايه. شكرا مهندس محمد رأفت، شكرا مهندس ربيع رزيق. مهندس محمد بيقول مش هي حاجة خارجية، لا احنا قلنا enterprise environmental factor، يعني في enterprise في الموضوع اهو. وبعدين احنا جينا شرحنا قلنا لك ايه الenterprise، قلنا الاكسترنال وقلنا الانترنال. احنا بنقول يا جماعه في انترنال اي اف واكسترنال اي اف، تمام. طيب كمان العماله في الموقع بتكون جوه الهيومن ريسورسز؟ ايوه يا فندم، حتى لو هي تمبرري، بس هي ما تبقاش من جوه الهيومن ريسورسز لو هي من تحت مقاول، والمقاول ده بيعمل جبايه وماشي، تمام. فانت هنا بتتعامل معها من خلال البروكيورمنت، وان كان انت في نوع من انواع الاندايركت ريسبونسبيلتي تجاه العماله دي، على سبيل المثال انت مسؤول عن سلامتهم حتى لو هم تابعين لمقاول، وحتى لو انت مشيل المقاول مسؤولية سلامتهم، فانت مسؤول كل تالي، هم جزء من الهيومن ريسورسز شغالين بطريقة معينة تحت مقاول. مهندس ربيع شكرا ليك. المهندس احمد سمير نزل الفورم. باشمهندس السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام، اهلا يا دكتور. اخبار سعادتك، الله يبارك فيك. انا بس في يعني ما اعرف في اضافه صغيره بتصلحها لي سعادتك. استاذنك بس اجاوب السؤال دوت. طيب ممكن اتفضل. اتفضل سعادتك، اتفضل. طيب هو بيقول لي الباشمهندس الانبوتس والاوتبوتس والتكنيك والبروسيس، انا المفروض احفظهم في كل بروسيس؟ لا، احنا قلنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا باشمهندس، وقلنا ان الحفظ خليه اخر حاجه بعد ما تكون فهمت خالص وشايف ان في حاجه غير قابله للفهم. بس احنا هنا بنحاول دايما نخلي الامور منطقية، واعتقد ان الناس شافت معانا. انا وعدت بالكلام ده في اول الكورس، وقلت لكم خليكم معايا افهموا، مش مطلوب منكم حفظ. وبالفعل احنا ماشيين بالمنطق كل حاجة، وبنقول دي بتبقى موجودة هنا ليه، ودي موجودة هنا ليه، ودي موجودة هنا. في حاجات بقت مكررة بالشكل اللي خلينا اصلا غصب عننا نحفظها، فما بقاش يعني خلي الحفظ ده اخر حاجة خالص، لما تبقى لك كده كام حاجة في الاخر يعني حاسس ان هم ما لهمش منطق، مش مفهومين، خلاص هم دول اللي تحفظهم خلاص. تريننج اند اندكشنز دايركت اند دايركت كوست. ايه السؤال؟ ايه السؤال يا باشمهندس؟ طيب نسمع الدكتور ابراهيم وبعدين نرجع للسؤال ده. اتفضل يا دكتور. الله يبارك فيك. بالنسبه للموضوع الهيومن ريسورس، ولما نيجي نحطهم في الموقع على سبيل المثال كونستراكشنز واتفر، ده اكتر حاجه ان في مقاول الرئيسي بيبقى عنده ستاف كامل من الانجينيرنج والتكنيشنز والسوبرفايزر والمنبار كامل، ده بيبقى خاص بيه ويتحط تحت الهيستوغرام بتاع المنبار، تمام. في بعض السبيشاليست بيبقى مشاريع بتطلب سبيشاليست سب كونتراكت في امور معينه في الالكتريكال والميكانيكال والسيفل، برضو ناس بتوع الكلادنج، ناس بتوع الفلورنج، ناس بتوع واتفر يعني الفينشنج والكلام ده حكايه طبعا، اول بيها اكتر مني برضه في الفينشنج وكده. انا اقصد ان انا اضيف المان باور بتاع السب كونتراكت ده على الهيستوجرام عندي عشان بيسمع معايا في البروجرس بتاع المشروع. فانا لو استبعدت المان باور بتاع السب كونتراكت واعتمدت بس على عدد المان باور اللي تحت ادارتي او اللي تحت الشغل عندي اللي هم على قوه عمل الشركه والكلام ده كله، هيبقى قدام الهيستوجرام والبلانر العدد نفسه مش هيبقى متناسق مع البروجرس بتاع الاجمالي اللي في الموقع. دي اللي كنت عايز اضيفها سعادتك. الله ينور عليك. هو طبعا انت بتتكلم من بلاننج برسبكتيف شويه، ليه علاقه لما تحط الريسورسز بتاعتك على سواء بريمافيرا او مايكروسوفت بروجكت، فهو عايز يحط ريسورسز
تبقى بتتكافئ مع الشغل. هو دلوقتي عنده حجم شغل معين، فلازم يحط له ريسورسز تتناسب مع ان حجم الشغل ده يخلص في الوقت ده، فبيضطر يحط المان باور اللي تحت المقاول، او مش بيضطر يعني، هو بيبقى لازم يحط المان باور اللي تحت المقاول تحته عنده عشان تبان عنده في الهيستوجرام ان يبقى كل الدنيا منطقيه مع بعضها. انا ما اعرفش هل السؤال اصلا اللي ساله زميلنا هل كان يعني بيتارجت الحته دي تحديدا، بس اعتقد انه كان بيسال من منظور النوليدج اريا اللي اتكلمنا عليها النهارده، ان احنا لما بنيجي نتكلم هنا على التيم والبروجكت تيم، هل هم جزء من البروجكت تيم من المنظور بتاع الهيومن ريسورسز مانجمنت؟ فانا بقول له اه، يعني حضرتك النهارده انت في النهايه هتبقى مسؤول عن سلامته، هتبقى مسؤول عن اي حاجه قانونيه يعملها، هتبقى مسؤول عن اي حاجه تحصل منه، فهو جزء من الهيومن ريسورسز اللي لازم تطبق عليهم الحاجات اللي انت بتطبقها على الهيومن ريسورسز بتوعك. تمام تمام تمام. في سؤال ثاني من عندي، بس سؤال ثاني بعد اذنك، في موضوع النيجوشيشن بتاع الديسيشن ميكر والكونفليكت اللي بين الناس واختلافات ما بينهم، على سبيل المثال يعني انا بعانيها انا شخصيا بعض بالذات يعني الخلاف زي ما حضرتك طبعا استاذ وعارف، الخلاف دايما بين المقاول والاستشاري، واخد بالك؟ دايما الاستشاري بيدافع عن وجهه نظر والمقاول بيدافع عن وجهه نظر، والاثنين ما بيتفقوش ولحد ما بيتخانقوا مع بعض في كل الاجتماعات. الحاله دي بقى هتحتاج تحل الكونفليكتس. بقول لك لو طبعا ما انتش هتعرف تمشي الا بقى قانوني بقى ورق، يعني بناء على العقد وبناء على الدوكيومنتيشن ايه الامور دي. طبعا اي مقاول يعني وتبر، وطبعا بيبص للبروفيت اللي انت بتثيرها يا دكتور ابراهيم. هي طبعا الكونفليكتس ممكن تبقى من كونفليكت صغير بين اثنين زملاء في نفس الفريق لكبيره كده زي ما انت شرحت، استشاري ومقاول وفي اختلاف وجهات النظر. فطبعا كل ليفل اوف كونفليكت بيبقى ليه طريقه في المانجمنت. صحيح مظبوط. مثلا ما بين استشاري ومقاول، فانت لازم فعلا الدنيا كلها تمشي بورقه وبشكل دوكيومنتد وحقك خلاص. احنا هنا بنتكلم شويه عن حته ليها تيم ورك سكيلز، حته هيومن سكيلز شويه يعني. نمشي يعني الحته اللي انت بتتكلم عليها دي ممكن تدار وذن البروكيورمنت، عقود في عقود، في حقي في حقك والدنيا من دي. فانت هنا بتمانج، ما بنسميهوش بقى في الحاله دي كونفليكت، بنسميه نزاع قانوني، بنسميه نزاع قانوني ما بين طرفين. مثلا ان والله الاستشاري شايف ان انت كده غلطان، لا المقاول بيتمسك بالمواصفه اللي موجوده عنده في العقد والدنيا دي. فلكن احنا بنتكلم عن الحته اللي محتاجه هيومن سكيلز ومحتاجه منك هيومن مانجمنت سكيلز. بس دي برضو كده مع سعادتك برضو من ضمن الحاجات اللي يعني نفس الموضوع، حتى بين التيم ورك وبين الاستاف وات ايفر ايه الليفل بتاعهم. الانسان لما في المنظومه الصغيره سواء كان في الموقع او في الشركه كبيره بيحط بوليسز معينه ورولز الناس تمشي عليها، يعني عشان ما حدش يعترض على الرولز ديت والكل يتعمم عليه، الناس هتبقى ماشيه بليفل كويس. غير ان ما فيش رولز خالص وما فيش لوائح زي ما بيقولوا، اذا حصل كذا يبقى كذا، غير الحاجات الشخصيه والبرسونال والامور اللي تبقى يعني فيها خلافات بين الزملاء بعضهم، ودي طبعا موجوده في السوق كله هنا وهنا وفي اي مكان سواء عرب ولا اجانب. فنقصد ان لما تبقى في رولز الناس حتى لو هي زي ما بيقولوا المساواه في الظلم عدل، نفس الكلمه يعني المساواه في الظلم، لما تبقى اللوائح دي موجوده الواحد لما عاوز يعمل 1 2 3 4 يمشي بيهم ازاي، حتى لو هتاخد وقت بس يبقى عارف ان ده السيستم اللي ماشي في الشركه او السيستم اللي ماشي في المكان نفسه، فهيرتاح عشان يقلل الخلافات. ده نقصده صعب. تمام، الله ينور عليك. شكرا جزيلا للاضافات اللي بتضيفها لنا كل مره بصراحه. الله يبارك فيك. نرجع بس نجاوب على السؤال بتاع المهندس ربيع. هو كان بيسال تريننج اند اندكشن دايركت اور اندايركت كوست. بص يا هندسه، لما يكون التريننج ده للتيم اللي شغال بشكل دايركتلي او بشكل ديديكيتد في البروجكت فهو بيكون دايركت كوست. لو التريننج ده انت بتعمله لتيم مش شغال بشكل ديديكيتد في البروجكت فساعتها ما ينفعش تقول ان دي دايركت كوست، يا اما تاخد الجزء من التريننج او تاخد نصيبه من التريننج في المشروع وده يبقى دايركت، بس ساعتها يعني بتحط ان دايركت كوست عشان هو مش ديديكيتد. طيب شكرا للمهندس 1001 مصطفى بسيوني. مصدر الاسئله هندسه بعد اذنك. حاضر والله حاضر، يعني ان شاء الله يكون في مصدر الاسئله، وانا قلت لكم هوفر لكم المصدر ده. مهندس احمد سمير، ازاي بيكون التنسيق بين الكالندر اوف ريسورسز
والكالندر بروجكت حتى لا يكون هناك اوقات غير مستغله في المشروع. بص يا هندسه، الكالندر بروجكت كالندر دي بتبقى حاجه انت بتعملها على مستوى المشروع كله، بيكون بتحدد للمشروع اوقات العمل واوقات غير العمل والدنيا دي كلها. خلاص انت كده بقى عندك ايام بتحب ايام بتحب ايام بتشتغل فيها، تمام، وتبتدي بعد كده تشوف بقى وزن البروجكت بالشكل ده. خلاص ده الكالندر بتاعت البروجكت بتاعك، ان انت بتشتغل من 9 ل 5، بتشتغل من الحد للخميس وهكذا، حددت الكالندر بتاعت البروجكت بتاعك والدنيا بتاعتك، تمام. تيجي بقى انت عندك ريسورس، الريسورس دوت والله اجازته بقى ما بقتش سبت وحد، اجازته بقت سوري ما بقتش جمعه وسبت، اجازته بقت بتاع دوت اجازته بقت سبت وحد مثلا، تمام، ده ريسورس اجازته سبت وحد، فهو بيشتغل ايه؟ بيشتغل من الاثنين للجمعه، فانت مبدئيا مش هتعرف تستفيد بيه يوم الاحد، فانت هتبتدي تستفيد بيه من الاثنين للخميس. خلاص فبتدي تعمل ماتشنج او بتعمل كروس ما بين الكالندر بتاعت الريسورس وما بين الكالندر بتاعت البروجكت. فالاساس كالندر بروجكت دي حاجه ثابته على مستوى البروجكت، كل ريسورس بقى بتجيبه بتحطه في الوقت اللي انت عايزه وفي الوقت اللي هو متاح فيه حسب البروجكت. خلاص طيب الله يخليك يا باشمهندس محمد، انا قلت لكم المحاضره فعلا دسمه وطويله بس يعني مش صعبه، يعني تبقى ممتعه. مهندس علي التوفيق بيوضح، بيقول حابب اوضح لحضرتك ان لم اكن اقصد النصب بتعبير عمامه، بل كنت اقصد انه عمامه، فبعض الثقافات مثلا مرادف لتعبير مرهمه مع اختلاف اللهجات القاهري غير السكندري، ومعناه طيب خاطر وقرب وجهات النظر. طيب خلاص والله يعني هي بس يمكن زي ما انت قلت كده اختلاف الثقافات ما بين القاهره وغير القاهره، يعني تعميم بتبقى الى حد ما عندنا معناها ان انت تلبسه العمه، تلبسه العمه يعني تضحك عليه من الاخر يعني، فده كان معناها عندنا، فانت ليها معنى مع المرهمه او معنى تقريب وجهات النظر، فخلاص يبقى احنا استعلمنا معنى جديد لكلمه عمامه. ماشي طيب الويست الثابته ولا متغيره؟ مهندس وليد يعني ايه ثابته ولا متغيره؟ ما انا مش عارف يعني تقصد ايه ثابته ولا متغيره، يعني 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 ايه الويستس يا جماعه اللي هي الايت ويستس اللي احنا قلنا عليها داون تايم بتاعت اللين مانجمنت، يعني وضح لي يا باشمهندس وليد يعني ايه تقصد ثابته او متغيره بمعنى ايه؟ يعني هل في كل المشروعات في حاجات زي كده؟ هي القصه اكيد لا، مش شرط كل المشروعات يبقى فيها الثمانيه ويستس دول، ممكن ببساطه يبقى فيها اربعه بس، يبقى فيها مش عارف ايه، بس في انواع ويستس تنتبه ليها وانت بتشتغل، تنتبه للويستس اللي جايه من الديفكس، تنتبه للويستس اللي جايه من الترانسبورتيشن، تنتبه للويستس اللي جايه من الاكسترا وورك، تنتبه للويستس اللي جايه من كده. فمصادر الويستس دي بتبقى هي هي مصادر الويستس في كل المشاريع. في بعض المشاريع بقى يبقى فيها اربعه من الثمانيه، في مشاريع ثانيه يبقى فيها سبعه من الثمانيه، في مشاريع ثانيه يبقى فيها ثلاثه من الثمانيه. حضرتك قدرت تتغلب على اربعه وما عرفتش تتغلب على اربعه ثانيين، فخلاص. فلو كان هو ده اجابه سؤالك ماشي، ما كانش يوضح لي. طيب وفي معدات ليها جدول صيانه، ما هي جدول الصيانه ده يا فندم بيبقى يدخل يعني المعده دي هيكون ليها ريسورس كالندر، الصيانه بتاعت الريسورس ده او المعده دي بتبقى موجوده في الريسورس كالندر بتاعتها. طيب تمام، شكرا ليك يا باشمهندس وليد. ايه تاني يا جماعه؟ كده الاسئله خلصت. اتوجه لكم بالشكر.